كان برناوي. She has a bachelor degree on nursing, member of Outbreak and RRT team, member of GDIBC, and she has master of infection disease control and epidemiology in Australia. حياك استاذة إيمان، تفضلي. شكرا أشواق لهذا الفرصة لنا استخدام من الشارك. الصوت مش واضح، يقطع حتى الجميع ب دقيقة بس اديني غير واضح الصوت. معلش دقيقة بس حبيبي. تمام اوكي. أستاذة إيمان ممكن ما أعرف المشكلة في إيه، لأن حتى الجوال عندي ما هو يفتح، فما أعرف إذا كان بس تديني 5 دقائق. أنا المحاضرة مش طويلة إن شاء الله، بس أحاول. تمام ما في إشكال. 10 دقائق بكون معكم. ما في إشكال، تفضل.
كده أسواق الصوت واضح؟ جدا ممتاز، تفضلي. طب معلش أشمعنى تعملي لي شير من عندك للسلايدات؟ ابشري. أهلاً وسهلاً فيكم، يعطيكم العافية، وآسفين جداً على التأخير اللي حصل، وإن شاء الله رب العالمين المحاضرة راح تكون خفيفة وظريفة. استفسار، أنا شايفة الشات عندكم، بديها العافية أستاذة أشواق، بس نبغى نعرف عندكم خلفية عن الميديكال ويست، وإيش هو الميديكال ويست واستخداماته، بس أبغى أشوفكم في لا ما قطع الصوت انا معاكم بشوفكم في الشات ايش بتكتبوا. اوكي do you know I have any idea about medical waste segregation ما كثير. طيب ممتاز. اوكي نجينا مبدئيا نعرف يا بالفعل النفايات الطبيه. طب يعني ايش نفايات طبيه؟ What is the meaning of medical waste? اسمي ايش معنى النفايات الطبية؟ ممتاز ممتاز جميل. هي السرنجات، لا هي مو بس السرنجات، هي في اشياء كثيرة، نفايات ضارة وغير ضارة. ممتاز جدا. حقن مستعملة صحيح، مواد سائلة. ما معنى مواد سائلة؟ في احد بيقول لي مواد سائلة، بس ابغى اعرف ايش هي المواد السائلة. جميل جدا. الدم مواد صلبة. ممتاز جميل جدا. او ما شاء الله خلصت المحاضره. جود ثينكس. اشواقنا الاول يديك العافيه. افرازات المريض جدا جميل. اي افرازات من المريض؟ مخلفات الاجهزه الطبيه زي ايش؟ حيويه. ممتاز. حشوات الاملقم بالفعل، وهذه كلها نحن لازم حاليا ان شاء الله تعالى حنتعرف على اليه التخلص منها، وايش هي وايش الاضرار اللي ناتجه عنها بالفعل. ممتاز. طيب أشواق معلش السلايدات من الأول. The purpose. طيب the purpose of my lectures today إن شاء الله اللي هو الهدف من المحاضرة زي ما أنتم قلتوا. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ معكم إيمان برناوي، أخصائية أول مكافحة عدوى أمراض معدية من الإدارة العامة لمكافحة العدوى بالوزارة. محاضرتنا اليوم إن شاء الله حتكون عن الميديكال ويست اللي هي المخلفات الناتجة من المنشآت الطبية. The purpose أو الهدف من المحاضرة اليوم إنه تقديم كنت آلية التخلص والتحكم ومنها زي ما نقول إحنا السيلف هاندلينج، الستوريج، الليبلينج، حملها، التخلص منها، حفظها بطريقة صحيحة، آلية رفع الخطابات أو الريبورتينج للنقل سواء من المنشأة الصحية أو الشركة، وآلية التخلص منها من القسم اللي هي مراحل التخلص منها سواء كانت من القسم لمخزن التخلص للنفايات الخطرة لبعد كده للشركة. تمام؟ وزي ما احنا عارفين إنه هذه الآلية لازم تكون فيها اتفاقية بين وزارة الصحة وبين اللي هي شركة نيبكو سيبكو أو أي شركة مسؤولة عن النفايات الطبية. Next one. أشواق اللي بعد يديك العافية. حطيت النكست، ما أدري واضح معك أو لا. لا هي واضح، أنا خلصت البوربوس قبل اللي بعده. Next. حطيتها أوتلاين. لا ما هي واضحة، ما تحركت السلايدات. الآن؟ لا. طيب قبل ما تطلع السلايدات عندنا الأوتلاين تقريبا حتكون عندنا جود عندنا 4 بوينت حنتكلم عنها اللي هي الديفينيشن
وتقريبا ما شاء الله يديكم العافيه. Most of you they said the definitions. بعد كده عندنا the type of of medical waste, waste segregation and the segregation and disposal of infectious medical waste. Okay. Next. Definition اللي هو التعريف اللي هو الميديكال ويست هو in general اسمه ميديكال ويست بس in general when we talk it about it is about is name health care waste بمعنى مخلفات المنشآت الصحية تمام define as any waste generated by facility زي ما قلنا يصنف أو يعرف على إنها النفايات المستخرجة من المنشآت الصحية الطبية تمام سواء كانت المستشفى تمام سواء كانت اي منشاه صحيه سواء كانت مختبرات سواء كانت صيدليات سواء كانت شركات التطعيم سواء كانت اللي هي شركات الريسيرش اللي خاصه بال بابحاث الادويه والتيشو بالنسبه للكائنات للانسان او للحيوانات تمام اوكي نيكست Type of medical waste, like we said, عندنا نوعين of medical waste, عندنا hazardous و non-hazardous. بمعنى إنه أنواع medical waste عندنا اثنين, خطرة و non-خطرة وغير خطرة. وما نقدر نقول إنها غير خطرة, حنتعرف عليها بعد كده. Next. Hazardous, what is the definitions of hazardous? Hazardous is referred to any hazard material no longer in tissue that represented the threat to human life, health or environment. الهازاردوس اللي هي ايش قلنا؟ المخلفات اللي تسبب خطورة على صحة البني آدم، على صحة الكائن الحي، تمام؟ سواء كانت مو نتكلم بس احنا كصحة كائن حي اللي هي ككائن شخصي، ولكن ممكن تأثر على الطبيعة، ممكن تأثر على حياة الكائن الحي. Next. انواع الهازاردوس اللي هي انواع النفايات النفايات الخطره بصفه عامه احنا لسه ما قلنا انها طبيه ولا غير طبيه احنا هنا عرفناها بصفه عامه ايش هي النفايات الخطره طيب عندنا تقريبا عندنا منها هنا اربع انواع عندنا السايتوتوكسيك ويست ويست عندنا هيومن اند انيمال بودي بارت ويست عندنا الانفكشوس ويست والشارب ويست احنا قلنا عندنا أربع أنواع للهازارد ويست اللي هي النفايات الخطرة عندنا منها أربع أنواع التوكسيك واللي هي باسمها توكسيك اللي تعتبر الكيماوية تمام وتستخدم في مثلا نقول عندنا في المصانع الكيماوية أو وات إيفر تمام بعد كده عندنا الهيومن أند أنيمال بودي بارت أند أورجان اللي هي أجزاء اللي هي مين الكائنات الحية زي مثلا عندنا في الأجسام الجايني أو أجسام الأطفال النساء عندنا المشيمة تعتبر من أوست وتعتبر هازرد ليه؟ لأنه ممكن في المحاضرات السابقة أتوقع أنه أمس كانت أنه في بيتم انتقال الانفكشن منها عن طريق البلد أو عن طريق التلامس جميل؟ طيب عندنا بعد كده البادي بارت البادي بارت مثلا لما يكون يعملوا للبيشنت امبيتيشن ولا يعملوا له دريسينج وات ايفر anything related أو أي جزء خاص بالبني آدم أو بالكائن الحي يقطع منه أنا أتعامل معاه على إنه medical waste ليش؟ لأنه ممكن يكون سبب لواحد ثاني لأنه ممكن يكون سبب عن إيش؟ إنه يكون انتقال العدوى بالذات إذا إننا ما طبقنا الاحتياطات الاحترازية اللي أمس تكلمت عنها أستاذ الناجم بعد كده نجي للنقطة اللي إحنا مركزين فيها اليوم اللي هي infectious waste refer to waste which contain biological agent, bacteria, viruses, and parasites and fungi. وهذا إيش نحنا دائما يكون تركيزنا فيها الـ infectious waste إنها تكون دائما related لمين للمختبرات, related للpatient في غرف العزل, related للpatients أنا بعمل له dressing. تمام؟ when we talk about infectious waste, that means the waste related to the waste. To, for example, patient in isolation room, that one his waste we call infectious waste. The waste from microbiology or in biology in general, that one we are call it infectious waste. And the waste that one generated from OR also we call it as infectious waste. The last type of waste is sharp waste. This waste is referred to
the dress which contains sharp items, just as vaccine bottles, vaccine glasses, vials, needles, syringes. الشارب ويست برضو من أنواع الشارب اللي موجود عندنا في المراكز الصحية، في المستشفيات، في العيادات، في أي مكان، اللي هو إيش؟ الشارب كونتينر، تمام؟ اللي نتخلص من نتخلص في إيش منه؟ نتخلص بالإبر، بالسرنجات، في المراكز الصحية عندنا نتخلص ببيلات التطعيم، تمام؟ بسرنجات التطعيم، عندنا في غرف الدريسنج نحتاج إنه نتخلص مثلاً بالبليت، تمام؟ في أي حاجة شارب، any object شارب we should discard it in a sharp waste. Yeah. وهذه لها مواصفات وحنتكلم عنها إن شاء الله. Next. طيب. نجي للنوع الثاني اللي هو types of hazard. عندنا a non-hazard waste. A non-hazard waste refer to waste similar to that found in, in medical waste اللي هو في المنشآت الصحية. ولكن إنه إيش؟ General cleaning work within healthcare facility. بمعنى إنه المخلفات اللي تطلع نحن ممكن نقولها من الأقسام قد تكون، تمام؟ أو إنه عندنا من الأقسام اللي تكون حتى إن كانت non-hazard waste addressing. مثلاً أنا بعمل cannulation للpatient، هل القطن اللي بعمل فيها cannulation بعمل فيها cleaning أو إني حطيتها مثلاً بعد ما عملت ريموف او اني شلت الكانولا حقت المريض او اني بعد ما سحبت له دم، القطن اللي حطيتها او الشاش اللي مسحت فيها المنطقه اللي عملت فيها البروسيجرز فيها تقريبا نقطه دم، هل هذه انا اعتبرها هازارد ويست ولا هي صح هازارد ويست بس انها نون ميديكال ويست؟ وحنتكلم عنها هذه في اشياء كثير، لانه صار في تقريبا تغيير كثير في الانظمه انه الويست انه لازم يكون في له الهازارد ويست انه يكون مشبع بالدم وبسوائل الجسم، لكن النون ميديكال ويست انه مو شرط انه يكون مشبع يعني بسوائل الجسم، مجرد اني عملت بروسيجر كليننج للمريض، عملت له تنظيف، الجوز اللي استخدمته زي ما قلنا للكليننج للسكين، حطيتها باندج، حطيتها ليد المريض، هذه كلها اسمها نون ميديكال هازارد ويست. طيب نيكست. لما نجي نتكلم عن الويست سيجريشن اللي هو هنا التخلص من الويست. الويست سيجريشن او نقول التخلص من النفايات refer to separation of a group of healthcare waste at the site of their generator within the facility and during storage of collection, storage and transportation with the facility. بمعنى سيجريشن اللي هي ايش؟ بمعنى فصل الويست. زي ما قلت من اول لما سالتكم عندكم خلفيه عن الويست وكيف نستخدمه وكيف نتعامل معه، قلنا انه الويست يعدي بمراحل. المرحله الاولى مرحله التوزيع اللي هي ايش؟ او مرحله الاضافه في الاماكن. بعد كده بعد ما تتعبى مثلا نقول الحاويات الخاصه بالويست، في شخص مسؤول يجي يشيلها اللي هي انتقالها من مرحلة القسم إلى مرحلة التخزين أو إلى مرحلة جمع النفايات في منطقة معينة بمواصفات معينة، ويحنا نسميها مخزن غرفة تجميع النفايات. بعد كده تجينا نقطة اللي هي الفصل اللي تجي الشركة وتأخذ النفايات من هذا المستودع. هذه نقطة الاستيجريشن. النقطة الثانية إني أنا أفصل بين الشارب اوبجكت اللي هي الشارب كونتينر محتويات الميديكال ويست عن الميديكال ويست العاديه، اني لازم ما اخلطها. بمعنى اني I should not throw a needle في اليلو باك، ولا ارمي الجلوفز في الشارب بوكس. فهنا لازم يكون في فصل انه على بمعنى اني اضع كل شيء في مكانه. طيب نيكست. هنتكلم عن في نفايات مخصصة ولا لا. طيب سيجريشن اند ديسبوزل في انفكشن ويست، زي ما قلنا ايش انفكشوس ميديكال ويست جنريتور وسيجريت انفكشوس فروم نون انفكشوس ويست ات ذا جنريشن سايت. بس انه ايه ذا ويست جنريتورز، من هم الويست جنريتورز؟ احنا لازم نعرف هذه المصطلحات. من هم الويست جنريتورز؟ اللي هم عمال
النفايات الطبية اللي هم العاملين الخاصين بجمع النفايات الطبية. هم فقط اللي يكونوا إيش مسؤولين. طيب هنا كسؤال، هل ممكن أي عامل نظافة موجود عندكم في المركز يجمع النفايات الطبية؟ لا. طيب في عندكم عمال خاصين بجمع النفايات الطبية؟ لازم. ممتاز ممتاز بالفعل. لازم يكون أنا عندي عامل مو بس إنه مدرب، إنه عارف آلية عمله، كيف هو يشتغل، متى يجي يحط يوضع مثلا أو يوزع الميديك الويست، متى يجي يجمعها مرة ثانية، في كم يوم، مسؤول عن في نقاط هنتكلم عنها بالضبط. ممتاز، في نقاط هنتكلم عنها إن شاء الله في القادم. نيكس أشواق. هنا نتكلم عن Segregation and Disposal of Infectious Medical Waste. كلنا عارفين هذا الحاوية الصفراء Biohazard Waste. Infectious Waste will be collected in yellow plastic bag bring فيها يكون من محتوياتها اللي هو الهازارد، علامة الهازارد Medical Waste in Arabic or English along with Biohazard Log. طيب مين المسؤول اللي يجيب الأكياس؟ هل ممكن نعرف إحنا كفاءة الكيس إذا كانت كويسة ولا ما هي كويسة؟ الشركة. طب الشركة ممكن تجيب لي أي كيس أتقبله؟ ممتاز ممتاز. ما أتقبل أي كيس، لازم الكيس ليه مواصفات. إيش هي مواصفات الكيس؟ إنه يكون تقيل ريجيد، تمام، ذو مواصفات كفاءة عالية، يتحمل، ممتاز، سميك، قوي جداً أو دبل بعض الأحيان، ديبينت، تمام. حاجة ثانية، أنا إيش لازم أحط في النفايات؟ أتأكد إنه العامل لما يجي مثلا يحط لي الكيس، لما يجي ياخذ الكيس، إيش يحط عليها؟ يحط لي ستيكرز إنه أخذ هذه النفاية من هذه العيادة. ليش؟ ليش مهم إنه لازم يحط لي العامل ستيكر عن النفايات لما نشيلها إنه أخذها من دي العيادة؟ ليش لازم الستيكر؟ يا 25 تاريخ، يا ديت تايم، ضروري الاستيكر. ليش؟ مو عشان التاريخ، نوعد نفس الأدوات ولا عشان الفرز؟ طب عشان الفرز، يعني إيش قصدك عشان الفرز؟ What is the meaning because for frustration? Why? No. طيب عشان لا قدر الله، خلينا نرجع فيها، عشان لا قدر الله صار للعامل، تمام، صار له مثلا needle break injury، ولا إنه مثلا الكيس أتفق عليه وصار له blood or body fluid expel، هنا إحنا نعرف المصدر إنه هو من أي عيادة خده، فإحنا نعرف هذه العيادة إيش الأكشن اللي بنسار فيها. ممتاز. نيكس أشواق. طب شاطرين، خلصت المحاضرة. طيب sharp waste will be disposed in yellow thick زي ما اتفقنا إحنا، هذه الشار اللي إحنا قلنا اللي هي النيدلز، السرينجز، الفايلز، تمام، الخاصة بإيش؟ بالتطعيم، بالده أكثر إنتاج. الشارب ويست زي ما قلنا الكونتينر حقها لازم يكون بهذا الشكل ريجيد، الفتحة تكون صغيرة ثيك، نان بانكشرز بروف كونتينر، برينك ذا بايو هازارد شارب تايم، نفس الشيء قلنا عربي وانجليز وانجليش، وفي له البايو هازارد لوج. طيب هل ينفع اشيل الغطاء الغطاء الكبير اللي فوق؟ لا. طب والله صراحة، طيب سؤال، والله اتعبت الحاويه عندي، تمام، اتعب الشارب بوكس والعامل ما جاب لي، هل ينفع اني افضيه في علبه ثانيه؟ طيب معلش اخذه كده ارجه كده زي ما ارج العصير، ارجه كده عشان ايه؟ عشان ينزل على تحت واقدر احط. ممتاز، نقطه جدا جميله، المفروض ما تتعبه. نيكس اشواق، لازم يكون المستوى فيها في التعبئه 3/4، وحنتكلم عن هذه النقطة إن شاء الله. ممتاز جدا. طيب عندنا آخر حاجة تقريبا البادي بارت أو الأورغان، غالبا هذه البادي بارت أو الأورغان إحنا ما نلاقيها في جميع الأقسام، بالذات يعني سواء في مراكز صحية in dispensers or in or any hospital، غالبا mostly this yellow container أو yellow bag mostly it will become it looks like yellow. You can find this one in a delivery room in OR and in histopathology department. طيب ف
فنفس الحاجة البدي بارت زي ما قلنا إحنا ما نحلاقيها في أي مكان، ما نلاقيها إلا في أقسام معينة. فبالتالي إيش قلنا برضو، هذه يجي شخص معين يأخذها وتحط فيها الاستيكر، وغالبا ممكن نلاقيها في المورتري اللي هي زي ما نقول إحنا في ثلاجة الموتى، عشان إيش إذا كان مثلا إنه في يعني بينقلوا مريض محروق عامل حادث، في بارت الأجزاء مثلا الأجزاء المقطوعة أو المبتورة من جسم الإنسان تحط في البلاستيك وتتحط في المورتري، وبعد كده فيها بيبرز ولوجيستيك كده عشان إيش، عشان بالضبط عشان إيش، عشان تتنقل أجزاء من الجسم بالفعل، سواء كانت زي ما نقول البترز، سواء كانت مشيمة، سواء whatever، سواء كانت في الهيستوباثولوجي يعني بعد ما يعملوا التحليل حق الأنسجة البقايا تتحط فيها وترسل. طيب نيكس أشواق، والله الأسنان ما عندي فكرة بصراحة، نسأل فيها. طيب هاي infectious waste، هذه عاد هذه خاصة بالمختبرات، هاي infectious waste اللي هي الميكروبيال كالتشرز والفيروسز والتي بي والبروسيلا فنجاي، will be collected in plastic bag suitable for pre-treatment. طيب بالنسبة للنفايات الخاصة للمختبرات وخاصة يعني نتكلم عن الميكروبيولوجيكال كالتشرز، المفروض يكون في عندهم اللي احنا نقوله ميكروويف خاص بيهم، يعني مو ميكروويف طبخ العينات، لا ميكروويف تعقيم. ميكروويف التعقيم هذا ايش؟ نحط فيه كل البليت تمام، وتقريبا لها وقت معين تحط نحطها في كيس ونحطها في الميكروويف، تاخذ لها تقريبا تتعقم، بعد كده تجي الشركه ايش وتاخذها تتخلص منها. بالنسبه للملجم، الامالجم يتخلص في الايش، في الشارب اوبجكت، الامالجم للاسنان يتخلص في الشارب اوبجكت. الاسنان والله للاسف ما عندي معلومه، بس نسال ان شاء الله اخصائيين الاسنان واطباء الاسنان الخلعه وفين فين تدفن. نيكست اسوانك، طب خلاص لا تكتب عشان اقدر اشرح اشوار. طيب احنا عارفين هذا ايش، هذا الاستيكر الليبلينج حقت البايو هازارد نوك. طيب مين مسؤول عنها؟ احنا قلنا العامل، بس العامل مين برضو لازم يتاكد؟ الستاف، رئيس القسم، النيرسز، الدكتورز. ما اخلي حاجه مسؤوليه نيرسز او مسؤوليه سوبرفايزر، لا كلنا مسؤول، كلنا مسؤول. اي شخص فيها مسؤول عن عيادة أو ماسك عيادة ماسك قسم، كلنا مسؤول، مسؤولية طبيب، مسؤولية ممرض، مسؤولية مساعد تمريض، مسؤولية عامل، كلنا مسؤولين عشان إيه؟ عشان تقليل الإيش بالضبط، عشان تقليل الهزر. طيب وزي ما قلنا أهم حاجة إننا نعرف الديبارتمنت، الديت والتايم. الديت والتايم ليش مهم الديت والتايم بالنسبة لنا؟ عشان موضوع انه ما تطول عندي النفايات، ما تجلس عندي فتره طويله، بالذات اللي هي اليلو بلاستيك. بس انه الشارب از ديبند، اذا كان يتعبى يوميا، يتعبى كل ثلاث ايام، كل اربع ايام از ديبند، بس اهم حاجه انها ايش ما تكمل ثلاث ارباعها وبعد كده ايش تتلف، او مو ليس تتلف، يجي العامل يشيلها. طيب نيكست سمك، نجي في نقطة الكوليكشن والترانسبورتيشن. كوليكشن and transportation of the bag container of infectious medical waste require the use of. أول حاجة أنا عشان أطبق برنامج الميديكال ويست عندي في المنشأة الصحية، سواء كانت مستشفى، سواء كانت عيادة، سواء كان مركز صحي، أنا ليا شروط لازم أطبقها، تمام؟ عندي requirement you have to follow. أول حاجة special trolley، لازم يكون في سبيشال ترولي، يعني مستحيل يجيني العامل هو بيجمع نفايات طبيه تمام وشايل لي ترولي لونه ازرق ولا لونه اسود، هنا لا. فلازم لكل مثلا لكل على قولهم لكل عمل شيء يخصه بالضبط، فيكون له سبيشال ترولي ويكون لونه اصفر ويكون مقفل تمام، ويكون ايش كمان ثاني مواصفات الترولي غير انه اصفر، غير انه مقفل، يكون عليه علامه البايو هازارد، انه يكون نظيف وواسع ممتاز. طيب ثاني شيء يكون عندي ويل ترين ستاف ان اوردر تو جنريت ذا هايست ديجري اوف ذا سيفتي ديورينج ذا كولكشن اند ترانسبورتيشن. يعني انا عامل بالنسبه لي عامل او مسؤول
الميديكال ويست انا اعتبره هاي ديجريز صراحه. ليش؟ لانه فنان فنان جدا فنان في اليه الجمع، في اليه انه كيف يفك يعمل او نقول ريموفينج البلاستيك، اليه ربطه، اليه حفظه في الترول الكبير، فهو جدا فنان تمام. فهذه الاليه انها لازم تطبق بايش؟ بحذر. ليه؟ عشان انه لا يؤذي نفسه، تقليل الريسك انه يعمل له بريك. والنقطه الثانيه كمان عشان انه ايش؟ نقلل انه مو بس انه بريك، يعني انه نقلل برضه موضوع الانتشار سبريد، نقلل موضوع انه سيلو سبيلد تمام. فهي هذه تمام. هيلث كير وركر هو ترانسبير ويل بي تريند اون سبيل مانجمنت. اتوقع ان شاء الله الجمله حيتكلموا عن موضوع السبيل مانجمنت. ليش برضه كنت على السبيل مانجمنت؟ عشان لا قدر الله انه ممكن اثناء هو حمله للويست باك، ممكن على حسب ايش؟ حسب الكواليتي اوف ذا باكس. اذا كانت الكواليتي حقت اللي هي اليالو باك سيئه، فبالتالي مجرد ما انه يرفع البلاستيك يالو باكس تتفك معه، فبالتالي لازم يكون مدرب على آلية التعامل وذ سبيل يا ريلي سبيل كيت او سبيل مانجمنت. طيب نيكست شوانك. ثاني requirement for the infectious waste generator when transport was outside the location. Outside the location احنا قلنا المراحل حقتها انه اول شيء يجمعها عندنا، يجمعها من الجسم يحطها collected in big container special yellow container big, then it will go out. The infectious waste will be bagged and labeled correctly. قلنا هذا شرط اساسي، لما نشيله لازم يحط له ايش؟ labeling exactly which department, date, time, responsibilities. زي ما قلنا only licensed and trained personnel will be authorized to deliver the infectious waste. مو اي احد، ما نرضى العامل اليوم جاني اليوم انا دربته على انه عامل نظافه في القسم عادي، بكره الاقيه راح الميديكال ويست يشتغل. لا، غير مسموح، غير مسموح. ليه؟ لانه الميديكال ويست بيرسونيل لهم تدريب خاص، لهم اليه خاصه، لهم متابعه خاصه حتى. In infectious waste being delivered to the transport outside the institution will submit a copy of the complete hazardous medical waste manifest from the waste treatment and disposal facility. بمعنى identify by the type of the disposable waste. بمعنى لما يجيني لما العامل يجمع تمام الويست وحطه في غرفة التجميع، هذه الحاجة as infection control اللي احنا نتكلم عنها. غرفة التجميع فيها مواصفات حنتكلم عن فيها بعدين. طيب جات الشركة وشالت الويست، أي شركة ممكن تشيل الويست؟ أي شركة؟ لا، مو أي شركة، لازم سيبكو. طب أنا كيف أعرف إنه هذه شركة سيبكو من اللي جات وشالتها؟ كيف أعرف؟ شركة سيبكو أم وات إيفر معتمدة. طب أنا كيف أعرف إنه دي الشركة معتمدة؟ أنا لازم يكون عندي عقد، لازم يكون عنده صورة من عقد الشركة، إنه إيش هو العقد؟ وإيش محتويات العقد؟ أو نموذج الاستلام، تمام؟ العقد فيه له نموذج الاستلام، عقد إني أنا شركة تيبكو تجيني كل يوم من الساعة مثلا الساعة 3 الظهر تجمع النفايات من هذه المنطقة وتطلع. فبالفعل لازم يكون في عندي إيش نقول لها إحنا؟ هي ما هي عقد؟ زي الاستمارة بالفعل، في استمارة استلام وتسليم. أنا جيت استلمت منك كمية من النفايات في الساعة الفلانية، استلمها مني المشرف الفلاني، تمام؟ فهذه بالفعل مكتوب فيها الوزن، ما شاء الله عليكم شاطرين. طيب، نيكس أشواق. والله يا أشواق ما شاء الله عليهم خلصوا المحاضرة هم. طيب. Infectious medical waste will only be delivered to waste treatment disposal facility with the زي ما تكلمنا وقلنا the valid license obtained from company. طيب. Related the hazard medical waste manifest from the other related document will be archived. اللي هو قلنا الدوكيمنت اللي هي الاستمارات، يعني مو العامل يجيب لي هي انا كمكافحه عدوى احطها شهرين ثلاثه شهور والله طيب يلا بننقل المكتب خلاص هذه وتخلصنا منها، نتخلص منها ابدا لا، نخليها اما لما ينتهي عقد الشركه معانا، وبعد ما ينتهي عقد الشركه كمان بثلاثه بسته شهور نخليها عندنا، وحسب الريفرنسز اللي هو الدليل وزاره الصحه اللي هو في التخلص الان من النفايات بنخليها ل 10 سنين
لا لا تضحكوا ترى من جد يصير فيه تنظيف ونطلعها كلها مع بعض. اوكي هذه حنتكلم عنها المخلفات اللي هي البيبي جان والهاد. يلا الحين نيكس اسواق هي 10 سنوات كثير احنا عارفين بس ايش نبغى نسوي 10 سنوات. طيب هنا حنتكلم عن ايش؟ عن ميديكال يوز فروم ايزوليشن روم. عندكم ايزوليشن روم في المراكز الصحيه؟ مو كثير. يب مو كثير، مو كل المراكز فيها غرف عزل، بس في عندكم سنجل روم وفيها هيبا فلتر، صحيح؟ نعم. وضروري جدا توفرها، والحمد لله تم تحديثها، او مش ما نقول تحديثها ولكن نقول انه تم انه ضروره وجودها فتره الكوفيد ولله الحمد. يعني صحيح كوفيد كانت مؤلمه بقدر ما انها كانت مفيده في اشياء جدا كثير. طيب فنتكلم مثلا انه patient isolated from multi drug resistance، اللي مثلا يجوني اكثر المرضى مثلا نقول multi drug resistance هذه مش موجوده عندكم في المراكز، ولكن يقول انه جاني مريض عنده ناخذ اللي بعده عنده التهاب حاد او التهاب شديد وعملت له دريسنج، فانا هنا اعرف انه الدريسنج انا فين كيف اتخلص منه. طيب جاني مريض تي بي تقريبا هو ما حيخش عندي غرفه العزل، بس انا ما حيجلس عندي فتره طويله، بس انا حخش واكشف عليه تمام، بس كرسي عزل في الصاله. فمريض التي بي يعني حتى لو دخلته مجرد من الدكتور يجي يكشف عليه في غرفه السنجل روم اللي فيها هيبا فلتر، المخلفات تبعت المريض انا لازم اتخلص منها في ميديكال ويست. هذه غالبا هذا السينايت ما هو ما لكم علاقه فيه كثير قد ما له علاقه اكثر حاجه بالمستشفيات، بس احنا لازم ناخذ خلفيه انه المريض على حسب المريض. اذا كان المريض عنده مريض دلن فانا مخلفات مريض الدلن انا كلها بتخلص منها فين؟ في النفايات الطبيه. مريض الحصبه اتخلص من النفايات الطبيه. يا تي بي وات وي سيد دلن از ماده من تي بي. لكن يجيني مثلا مريض عنده التهاب جديد وعملت له دريسنج لا هذا هنا بتخلص منه في ايش؟ في الميديكال ويست العاديه. انتم مستشفى. طيب لا المستشفيات لكم وضعكم الخاص، لانه هنا في المراكز الصحيه لو كثرت حيتوهوا. لكن الا تكلمتني وقالت لي تبغاني اشرح لها في المستشفى تجيني بعد ما اخلص تبشر من عيوني حشرح لها هي تمام. اي مين ترى مو كله عادي حياكم الله، لو تبغون اشرحها حشرحها كلها دحين. تبغون اشرحها؟ طب اوكي. طيب مالتي دراج ريزيستنس اللي هي ايش؟ البكتيريا المضاده المقاومه للمضادات الحيويه. طيب مين المسؤول عنها؟ حنجي نتكلم عنها في ده الموضوع. المريض اللي عنده مصاب ببكتيريا مقاومه للمضادات الحيويه هذا غالبا احنا بنعزله او بنتعامل معاه على انه مريض عزل ان كونتاكت اندر كونتاكت بروكوشن اللي هو عزل التلامسي. وغالبا هذا المريض بيكون فين؟ في غرفه في سنجل روم تقريبا انا بعزله. فهنا هذا الملتي دراج ريزيستنس اللي هي البكتيريا المقاومه للمضادات الحيويه غالبا اما تجي اما تكون التهاب بكتيري في الدم اللي هي سيبتسيميا، او ممكن يكون عنده التهاب نيمونيا ويكون على فنتوليتور، والسيبتسيميا ممكن يكون على سنترال لاين، او ممكن يكون عنده كاوتي التهاب اللي هو يكون عنده يورينري كاثيتر. فهذا المريض انا بتعامل معه على انه ايش؟ معدي بتخلص من النفايات الخاصه فيه في نفايات عاديه الا في اشياء معينه. لكن ان جينا هاي انفكشوس ديزيز اللي هو كونفيرم زي مثلا مريض جاني عنده ايبولا، تشيكن بوكس، انثراكس، كوفيد كيسز، هذول لا هذا المريض انا بحطه فين؟ بحطه في نيجاتيف بريشر روم تمام. وبالتالي انا بتعامل معاه على انه ايربورن بيشنت اول حاجه، نيجاتيف بريشر روم ايربورن بيشنت. ثاني حاجه امس تكلمت عنها استاذه دكتوره نادين يديها العافيه اني انا لازم البس ان 95 ماسك والبس بي بي ايز كامله. فبالتالي هذا المريض التخلص من النفايات حقته جميع النفايات وات ايفر كانت النفايات حقته ان شاء الله تيشو كل النفايات انا بتخلص فيها فين؟ في الميديكال ويست تمام. نفس الحاجه تيجي بالنسبه للمريض التي بي. طيب نجي للي بعدها patient isolated from no high infectious communicable disease. لما اجي اتكلم no high infectious communicable disease اللي هي الامراض الكوميونيكابل اللي هي المجتمعيه زي مثلا ال H1N1
اللي هو الكوفيد كيسز بس ما هو كريتيكال. يعني انا عندي كوفيد كيسز تكلمنا عنها زمان، عندي النوعين، عندي كريتيكال ونون كريتيكال. النون كريتيكال كيسز اللي هو اللي انا بقول له روح البيت اتعزل، تمام؟ هذول المخلفات حقتهم انا بحتفظ فيها او بتخلص منها في النفايات العاديه. الميزز قلنا نفس الحاجه بتتخلص منها في الايش، في الميديكال ويست. ونرجع ونعيد، اديها العافيه امس برضه دكتوره نادين اتكلمت بخصوص انه لازم نتخلص، وليس نتخلص، انه لازم يكون عندي تعامل مع آلية الاستخدام معدات الوقاية الصحية، الوقاية الاحترازات أو معدة الوقايات بشكل صحيح، وكل إيش على حسب الاحتياج. طب أشواق نيكست والله. طيب هذا الجدول تقريبا موجود، حتلاقوه في الدليل الخاص بالنفايات الطبية اللي تم إصداره من وزارة الصحة. أول حاجة عندكم patient care اللي هو الـ waist items. اللي مو موجود هنا إيش؟ الـ normal waist. الـ normal waist أنا حذفته، ليش؟ عشان أباكم تركزوا. عندكم الشارب، الـ hazard sharp، عندكم الـ infectious waist، وعندكم الـ psychotic waist. يا بالضبط البلاك كيس هو اللي انا شلته. يعني اي حاجه هنا تلاقوها زي مثلا عندكم البيلي باج وذ درين، هذه انا هذه بيلي باج وذ درين، انا هذه ماني حاطه فيها اي علامه، فهنا بالتالي ايش حتكون؟ حتكون ايش؟ حتكون يلو. طيب حتكون سوري حتكون بلاك. طيب كل هذه الايتيمز الموجوده هنا اتخلص منها، اما في شارب ايتيمز او اما تكون في انفكشوس ويست. فمثلا عندي الانفكشوس ويست البلد والبلد برودكت باك، هذه حتكون ميديكال ويست. البلد غاز اناليسيز كونتينر حتكون في الانفكشوس ويست. البلد غاز سيرنجز حتكون هذه في ان اللي هو حقه الاي بي جي، حتكون في الشارب باكس يا يلو باك، سوري يا يلو باك. اشواق نيكست، اشواق نيكست بليز. اوكي البراون باك بيبرز هذه اللي هي تقريبا نفايات عاديه، بس انا حطيتها عشان تعرفوا ايش الاشياء اللي انا ما حطيتها عشان تقدروا ايش تقدروا تميزوا. طيب الشستيوب انا بتحطها في الانفكشوس ميديكال ويست، تمام. الكلوز شست درين ميديكال ويست. السي في بي كيت حتكون في الاثنين. ليش الكيت السي في بي كيت انا حطيت هازارد وشارب، ليش حطيتها في شارب وحطيتها ميديكال ويست؟ عشان الاثنين، لانه فيها نيدلز وفيها بليد، والثاني اللي هي فيها ايش؟ فيها اللاين. الدياليسيس تيوبينج اند الدايلايزرز تقريبا انا بتخلص منها في الانفكشوس ويست. طب واضح كده الصوت؟ غالبا احنا نكس اشواق. طب هنا اتوقع هنا اكثر حاجه فيما يخص المراكز المستشفيات اكثر من المراكز الصحيه، بس ممكن في المركز يكون عندكم لمبر بانشرز اللي هو اخذ عينه بازل من الظهر، هذه حتكون عندي بستخدم فيها اللي هي الهازر شارب. الميوكس تريب تيوبينج اللي هي سكشن تيوبينج بارت حتكون في الميديكال ويست. ايش كمان ثاني عندنا خاص للمراكز؟ فانتوا لو ترجعوا للجايد لاينز حيكون لو ترجعوا للجايد لاين تقريبا حيكون كله واضح وكله موجود، ايش اللي يخص الميديكال ويست وايش اللي يخص النورمال ويست وايش اللي يخص البايو هازر، على حسب انت ايش تستخدم عندك، سواء كنت في عياده اسنان، سواء كنت في عياده جراحه، سواء كنت في عياده باطنه. نيكست اشواق. تمام نفس الشيء. نيكست. اوكي طيب الين هنا كده اقول لكم ان شاء الله نكون وفقنا في اننا عرفنا معنى الميديكال ويست واهميه الميديكال ويست واهميه التعامل مع الميديكال ويست. بالنسبه للاسنان ان شاء الله حنسال عنها اليه التخلص من الاسنان وحيديكم فيها خبر بعون الله تعالى.
يهمنا جدا يهمنا جدا جدا اننا نطبق آلية اللي هو التعامل مع الشار، انه ما يكون انه يكون ثلاثة ارباع، اني ما احاول باي شكل من الاشكال اني اخضه او اني احاول اني اقلل من مستواه، احاول اني اكون جدا حريصة على التعامل على فرز النفايات، اني الا في الميديكال ويست اتعامل معه از ميديكال ويست، الا في النورمال ويست اتعامل معه في النورمال ويست، لاسباب كثيرة منها انه يكون عشان الكوست عشان الوزن. ثاني حاجة دعم وعي لنا إحنا كهيلث كير وركر، وفي نفس الوقت حيكون دعم وعي سواء كان للزوار لو كانوا موجودين. وشكرا ويعطيكم العافية، وسعيدة جدا بكم، وأي سؤال؟ أشواق انتهت، يديك العافية. يعطيك العافية وشكرا أستاذ إيمان على محاضرتك الرائعة. Thank you Ms. إيمان for your great lecture. في أي أسئلة تطرحون على أستاذ إيمان قبل ما ننهي؟ كان في سؤال كده غريب مر علي. أشواق قدين الأسئلة من عندك؟ عندكم مشكلة في فرز الشارب، مشكلة في فرز الشارب حبيبي لازم إنه يكون شوف. طيب إحنا عندنا الشارب، إحنا قلنا عندنا منه إيش أنواع، صحيح أحجام، ما نقول أنواع، عندنا أحجام، عندنا مرة كبير وعندنا مرة صغير وعندنا وسط. فبالتالي أنا على حسب استخدام للشارب إيش الحجم الصغير أو الحجم الوسط. إذا أنا بستخدم الشارب يعني بكثرة، فبالتالي لا انا اخذ الايش الحجم الكبير، هذا ايش هذا الا ايش يريحني في الاستخدام. الشهر ما اغيره والله. شوفي هي حسب السياسه، في سياسه تقول لك 7 ايام، في سياسه تقول لك 10 ايام. متى اغيره يعني لو ما كانت الا في له نيدل واحده بس؟ انه احنا نخاف من موضوع ايش، انه اذا كان هل الشهر بيكون نظيف. هو والله الى الان ما في سياسه معينه تحدد لك انا متى اغير الشار الكونتينر، اذا كانت في الوحده نيدل ولا سرنجه واحده ولا حطه وما تعبى، تمام؟ فهنا نرجع احنا اصلا للجايد لاين الاساسي الموجود، او نسال الشركه ممكن تفيدك في العقد، ممكن يكون موجود. بالنسبه لاعاده تقييم الاسنان حجيكم ان شاء الله في محاضره عن الاسنان، ان شاء الله ممكن استفاد منها جدا كثير. أشواق ماني شايفة المحادثات، معليش. أبشري الآن أشوف لك. المحاليل. طيب سؤال، أنت قلت المحاليل، يعني هل أنا أرمي المحاليل في الشهر؟ إحنا قلنا الحاجة الوحيدة اللي نرميها في الميديكال ويست هي إيش؟ البلاد برودكت. فالمحاليل كلها أنا أرميها في النورمال ويست. العادي جدا. ايش اسئلتكم؟ في ناس زعلانه. لا تزعلوا، حنجاوب على كل اسئلتكم. الاسئله اللي انت جاوبت المراكز الطب الشرعي، في سؤال بس ماني فاهمه ايش سؤاله، بس انه بيسال عن مراكز الطب الشرعي، يمكن قصده على الفرز النفايات كيف تكون في مراكز الطب الشرعي. فرز النفايات هم طب لازم تكون عندهم غرفة خاصة لهم مواصفات، الطب الشرعي يجينا تقريبا لهم مواصفات. طيب غرفة النفايات ترى لها مواصفات، مواصفات غرفة النفايات انها تكون غرفة مبردة، درجة التكييف تقريبا تكون فيها 16 تمام ل 18، لازم تكون كلها سيراميك تمام، لازم تتوفر فيها مغسلة، لازم تتوفر فيها وانتم كرامة بلاعة تقريبا ما عرفت اقولها تصريف، تمام، عشان ايه؟ لازم يكون فيها جدول لقياس الحرارة والبروده والهوميديتي، ولازم يكون فيها جدول للتنظيف. هذه من اساسيات غرفه الايش؟ النفايات. والافضل كمان يكون لها بابين، باب ادخل منه وباب اخرج منه. حلو؟ ويكون في مكان لغسل العربيات حق النفايات. في سؤال اكياس البول، اكياس البول يتم التخلص منها للاسف، انه السياسه الجديده تقول لك تخلص منها في النورمال ويست ليس ميديكال ويست، الا اذا كان المريض في غرفه عزل، غير كذا لا. في سؤال قال يقولون ان لو كان في الجوز نقطه دم
فوين تولع بالضبط؟ نورمال ويست. في النورمال ويست. الميديكال ويست لازم يكون ايش اقول لكم، شفت كده لما تحطوا حاجه كده مليانه دم قطمه كده تعبوها دم كده تحس انه الدم بيقطر فيها من كل مكان، هذه نورمال، هذه ميديكال ويست. لكن زي ما قلت انا قطره دم بسيطه سرنجه لا تعتبر هذه في الايش، حفاضات الاطفال اي بالنسبه اذا كان عندنا النساء تمام نفس الشيء، حفاضات النساء اللي فيها دم كلها تترمي في الايش في النورمال ويست، ما في حاجه تترمي في الميديكال ويست. من المسؤول الصحة العامة أما النفايات أو مكافحة العدوى حسب سياسة المركز وحسب سياسة المستشفى، بس إحنا كمكافحة عدوى دورنا إحنا إشرافي إنه هي بتتم بطريقة صحيحة فقط لا غير، عشان إيش التعامل فيها يكون صحيح. أدوية منتهية وأحماض الأشعة التخلص منها راجع للصيدليات، والأشعة راجع التخلص منها لإيش لقسم الأشعة، لانه في عندهم نموذج خاص معين اللي هو اتلاف، فهذا مو شغل مكافحه العدوى، شغل ادارات القفازات. طيب اشواق في اسئله كثيره تمام، في اخر سؤال وبعدها راح نقفل الاسئله عشان موعد المحاضره اللي بعدها. ما هي درجه الحراره المطلوبه في غرفه النفايات؟ دوبي قلت تقريبا من 4 من 6 من 18 ل 16. يعطيك العافية أستاذة إيمان، وبإذن الله تكون المحاضرة نالت على رضاكم. شكرا على المحاضرة الرائعة. شكرا أشواق، يديك العافية. شكرا للحضور، وأتأكد إن شاء الله أسئلتكم إن شاء الله كلها نجاوبكم عليها، وإن شاء الله ترسل لكم إن شاء الله. شكرا لكم، مع السلامة. يعطيك العافية. The second session is environment cleaning and disinfected and biological spill management. راح تقدم لنا إياها بإذن الله مس أحلام العمري. She has diploma in infection control, healthcare center training college, and master of primary healthcare nursing in Australia, senior specialist primary healthcare nursing. تفضلي أستاذة أحلام. السلام عليكم جميعا، مساء الخير. Good evening everyone. Today inshallah our session is about the environmental cleaning and disinfection, and we will have a second part of the biological spill management. راح تكون inshallah a lecture or session in bilingual, so we can inshallah transfer our knowledge or our information effectively. عذرا استاذ احلام على المقاطعه، بس ممكن تعطينا عرض الشرايح كامل سلايد شو؟ اوكي. تمام كده أشواق؟ ممكن تضغطي F5 وبعدين تعملي شير عشان تكون كاملة، لأنه الآن سلايدات غير كاملة. تمام كده؟ ممتاز، يعطيك العافية. الله يعافيك.
السلام عليكم جميعا. إن شاء الله today our session will be about the environmental cleaning and disinfection. Thank you Ms. Ashwag for introducing me and I'm really glad today to have you guys. مرة سعيدة اليوم إنه عندنا لقاء وخاصة في كورس مخصص للprimary healthcare centers. بغض النظر إنه هو مجالي يعني في الماستر ديجري but it's really a core healthcare point of care that is preventing the infection and improving the health and leading to the health promotion. فجدا مهم ان يكون عندنا basic knowledge about the infection control practices في المراكز الصحية. طيب طبعا اليوم راح تكون outlines. First of all راح يكون عندنا introduction بسيطة. Then we'll talk about the significance of environmental cleaning and disinfection. ومهم جدا نعرف ليش هو important to have environmental cleaning and disinfection program. راح نتكلم شوية عن background or basic concept of environmental cleaning and disinfection. راح نتكلم أيضا عن type and selection of disinfectant or equipments. إحنا as infection control لازم يكون عندنا مقاييس أو standard معينة في اختيار type or selection of disinfectant equipments. أنا عارفة أنه أنتم معظمكم مراكز صحية تجيكم supplies from the hospital and from the hospital from the upper facility, but still إحنا لازم as infection control نكون مطلعين كيف يتم اختيار أنواع الأدوات النظافة اللي تستخدم أو التطهير وكمان نفسها المواد المستخدمة للتطهير والتنظيف. We'll talk also about the cleaning methods and measures. مهم جدا نعرف الطريقة الفعالة للتنظيف والتطهير. وكمان جدا مهم في الأخير إذا ما أعطينا monitoring وفيدباك لعملية كاملة will not be providing effective or program of environmental health or environmental cleaning and disinfection. في البداية طبعاً there is increasing evidence that the healthcare environment is an important source of healthcare associated infections. إحنا أكثر شيء مسوينا قلق أو pressure in the healthcare sectors هي العدوى المنشآت الصحية أو healthcare associated infections. فعشان كده دائماً عندنا لازم يكون عندنا برنامج لمكافحة العدوى سواء على صعيد المركز الصحي أو على صعيد المستشفيات. ومن ضمن أهم المعايير في هذا البرنامج هو النظافة الصحة البيئة والنظافة والتطهير. فا it's really important in every facility we have to have a thoroughly program regarding the environmental health and it's keep the environment clean in the healthcare facility in order to prevent the hospital acquired infection and transmission of pathogens. طيب احنا قلنا اول حاجه راح نتكلم عنها بعد المقدمه is the اهميه او موضوع صحه البيئه او environmental cleaning and disinfection. على الرغم انه في بعض الكثير من الاحيان مو بعض الاحيان كثير من الاحيان لما يصير عندنا تفشيات على المنشاه الصحيه وغالبا تصير سواء كان among the healthcare workers في المراكز الصحية أيام كوفيد مثلا كان عندنا إصابة كوفيد عالية جدا بين الممارسين الصحيين أو على مستوى المستشفيات يكون عندهم عالي جدا التفشيات الوبائية نسبة التفشيات الوبائية للميكروبات أو الميكروغانيزم في الأسطح أو في الانفايرمنت كلها أو mainly يكون one major cause أو سبب أساسي فيها هو poor environmental cleaning and disinfection. فجدا مهم انه يكون عندنا بروجرام فعال وانفايرمنتال كليننج اند ديسانفكشن بوليسي اند بروسيجر امبلمنتد ويل. في عندنا دراسه طبعا لما نرجع للابحاث ونشوف ليه مهم انه يكون عندنا انفايرمنتال هيلث بروجرام. We have one here study, it's really significant study about the title حقها او موضوعها The impact of multi-center unified enhanced environmental cleaning and disinfection measures on the nosocomial infection among patients in intensive care units. محتوى هذه البحث أو الدراسة كان عملوا برنامج مخصص أو مفصل للعنايات المركزة في المنطقة نفسها وتأثيرها على تقليل نسبة العدوى المرتبطة بالمنشآت الصحية. الأوثرز الهانج إت أول وكانت الدراسة عام 2020 حديثة يعني اتضح فيها النتيجة من هذه الدراسة إنه the rate of the hospital acquired infection قلت بشكل كبير من تقريبا 31.77% to 13.2. فشوفوا كيف ال variation العالية جدا وقديش they save lives here and they protect their patients only by the well implemented environmental health program.
فجد هذا يدينا دراسة هنا هنت قوي جدا إنه the importance and significance of environmental health and environmental cleaning and disinfection. For more information, if you want to read about this study, you can use this link to find out about the study. وبإمكانكم الدخول على هذا الرابط للحصول على معلومات أكثر بهذه الدراسة. وعلشان دائما إحنا نقنع الممارسين الصحيين عندنا سواء في المركز الصحي اللي حوالينا بأهمية تطهير الأسطح والنظافة وتطهير الأسطح وأهميتها في تقليل من الإصابة بالعدوى، دائما نعطيهم دراسات أو أرقام تبين نتيجة تأثير البرنامج أو البرنامج تطبيق البرنامج الفعال لصحة البيئة. So another study shows that many microorganisms survive on the surfaces for the long period of time. For example, Staphylococcus aureus, including methicillin-resistant Staphylococcus aureus, MRSA, تخيلوا أنه survive for more than 12 months. So MRSA هو هذا المين microorganism in the healthcare facility دائما إحنا نعاني منه يظل على الأسطح ويعيش لأكثر من 12 months, يعني أكثر من سنة. يمكن يقعد يتعايش ولا يتأثر. Another microorganism is the enterococcus, including the vancomycin-resistant enterococci. It's called VRE, lives more than 46 months. Another microbe يظل في الأسطح اسمه VRE, يظل في الأسطح لأكثر من 46 شهر. A C. diff, Clostridium difficile, persists more than 5 months. هذا السي ديف طبعا هو دائما المريض يجينا يكون يشتكي الله يكرمكم from the diarrhea او الاسهال الله يكرمكم. فالسبورز اللي يكونها الميكروب ويقعد على الاسطح يظل لاكثر من 5 months واكثر من 5 اشهر. من هذه سلايد يبين لكم انه مهم جدا الافكتيف كليننج اند ديسانفكشن ان افويدنج ترانسميشن اوف انفكشن. في محاضرات الامس اخذتوا مع دكتور نادين ودكتور ريس التشين اوف انفكشن, وهذه هي البيزك نوليدج في الانفكشن كنترول لما نتكلم عن حلقه العدوى وكيف تحدث حلقه العدوى. واحنا لما نكسر هذه الحلقه نمنع انتشار العدوى بين سواء كان بين الممارسين الصحيين فيما بينهم او بين الممارسين الصحيين والمرضى او من الاسطح نفسها للمرضى او الممارسين الصحيين. فعن طريق التنظيف والتطهير الفعال عن طريق الاجراءات الوقائيه الاخرى اللي هي زي ستاندرد بريكوشن عن طريق الهاند هايجين لبس البي بي اي الكليننج اند ديسانفكشن كل هذه مع بعض او الميجرز توجذر اتس بريكينج داون ذا شين اند افويدنج ترانسميشن اوف انفكشن. احنا كده بداية كانت زي introduction عن أهمية environmental cleaning and disinfection, وتكلمنا فيها عن كيف انه الميكروبات تظل في الأسطح لفترات طويلة جدا والتعايش حتى مع التنظيف العادي او الغير فعال ممكن تظل هذه الميكروبات. راح نتكلم الآن عن معلومات او basic concept of environmental cleaning and disinfection. ناخذ كده نظرة عامة عن environmental cleaning and disinfection من تعريفات معينة ومواضيع أو محاور مهمة في هذا المجال. في عندنا لما ندخل على أي ريفرنس أو أي تكست بوك أو أي guidelines أو أي دليل إرشادي عن environmental cleaning and disinfection أو أي دليل إرشادي عن صحة البيئة والنظافة والتطهير, في تعريفات محددة يجب أن نكون عندنا اطلاع فيها ونعرف ونفرق بينها. من أهم for the most common terms that we face during our research through the reference in regard to the environmental cleaning and disinfection, these terms. أولهم cleaning أو النظافة. So it's the physical removal of the foreign material and organic material زي blood والexcretion والsecretion. هذا تعريف cleaning. مهم جدا نعرف الفرق بين cleaning and disinfection اللي رح نعرفه بعد قليل. So next we'll define the disinfection term. So as a thermal or chemical process for inactivating microorganism on inanimate objects. الفرق اللي في المحاضرات اللي في الأمس on the previous yesterday sessions, they discussed that we have to perform cleaning first and then disinfection. Why? I need answer in the chat. Why we have to perform cleaning pre-disinfection? على الرغم إنه cleaning and disinfection always coming together. Why we have to perform cleaning before disinfection. لماذا نعمل التنظيف قبل التطهير؟ مع العلم أنه دائما نقول التنظيف وتطهير as a جملة together. نشوف الشات. ماني شايفة إجابات بس معني قاعدة. أوكي, excellent. Yes.
to remove the particle first. إزالة العازل المادي need remove. Excellent, excellent. So in conclusion, إحنا لما نعمل cleaning نشيل الطبقة اللي فوق مثلا لقينا غبار نشيل الغبار تحت الغبار في مايكروورجانيزم. المايكروورجانيزم ما يتزال بالتنظيف اللي يتزال الطبقات اللي فوق المايكروورجانيزم اللي هي زي الغبار والأشياء الثانية. التطهير هو وظيفته إنه killing المايكروورجانيزم عشان كده تنظيف أولا عشان نشيل الأسطح اللي قبل المايكروورجانيزم بعدها نعمل التطهير. So first we have to perform cleaning pre-disinfection because we need to remove the dust or soil. And then we will use the disinfection as a method for killing the microorganism. احنا ما نقدر نهاجم المايكروورجانيزم راح يكون ضعيف جدا لما نستخدم مطهر دايركت على الاريا بدون تنظيف معناته ما راح نقتل المايكروورجانيزم لانه في طبقات تحميه من فوقه من غبار وغيرها من الاوساخ بعدها راح نتكلم عن الروتين كليننج. So the regular cleaning and disinfection when indicated يعني هنا نحتاج الروتين كليننج when to provide or remove the organic material. يعني هنا تقريبا التنظيف المعتاد او الروتين كليننج في هذه الحاله نحتاج ان نعمل تنظيف اعتيادي. ميوت بليز. ثانك يو. سو الان تكلمنا عن التنظيف الاعتيادي اللي هو طريقه التنظيف الاعتيادي نعملها عشان ريموف اورجانيك ماتيريال وهذا نسويها لما يكون امفسايز اون ذا سيرفيسز وذين ذا بيشنت زون لما يكون مريض موجود تسوي تنظيف اعتيادي اللي ما في اي شيء يعني اكسترا اكتيفيتيز وي نيد تو دو ات. التيرمينال او ديسشارج كليننج هو اقوى واثقل ويمكن يكون مور ديب كليننج. سو ات ذس بوينت وي نيد تو كلين اند ديسانفكت افتر ذا بيشنت از ديسشارج اور ترانسفير او لا سمح الله البيشنت توفى اور اكسبايرد. سو انكلودز اول ذا ريموفال اوف اورجانيك ماتيريال اند سيجنيفيكانت ريدكشن ان اليمينيشن اوف ذا مايكروبيال كونتامينيشن. الفرق بين الروتين والتيرمينال ان التيرمينال نحتاجه في بعد المريض ما يخرج من المستشفى أو لا سمح الله يتوفى أو ينتقل إلى قسم آخر أو منشأة أخرى ولازم نسوي تنظيف عميق زي ما كنا نسوي في المراكز الصحية في غرفة الترياج في غرفة زي العزل للريسبيراتوري كيسز بعد ما ننقلها للمنشأة الصحية بالباثوي حق كوفيد 19 كنا نطهر الغرفة بالتيرمينال كلينيك. مهم جدا نعرف يعني ايش disinfectants. Disinfectants يعني مطهر او مطهرات. So it's the chemical compound that inactivate or kill the pathogens and other microbes. احنا نستخدم المطهرات عشان نقتل الميكروبات واحنا قلنا ونعيد مره ثانيه cleaning is the first step prior any disinfection or sterilization. حتى في قسم التعقيم المركزي ما نعمل تعقيم دايركت بالاجهزه نعمل اول شيء cleaning. مهم جدا نعرف what's the meaning of the contact time. The contact time, the time that a disinfectant must be in contact with the surface or device to ensure that appropriate disinfection has occurred. راح نكون مضيعة للوقت لما نستخدم المطهر دايركت بدون ما نلتزم بالتوقيت أو المدة الزمنية المحددة في المنتج نفسه اللي قاعدين نستخدمه أزا مطهر. فإذا ما التزمنا مثلا قال لنا مطهر ضع المطهر على الأسطح لمدة دقيقتين ثم أشطف إذا ما جلسنا دقيقتين معناته ما استفدنا أبدا من الديسانفكتنت. We are not killing the microorganism والمايكروورجانيزم راح يقعد survive in the surface. في حاجة مرة مهمة اسمها material safety data sheet. عارفة أن المعلومات كلها دسمة ومهمة بس أنا متأكدة you are the pioneers in the infection control and you have to have a feedback or a background about all this information. مهم جدا بما أننا إحنا ممارسين مكافحة العدوى وأبطال مكافحة العدوى في هذا المجال أنه يكون عندنا معلومات عن هذه الـ definition أو التعريفات لأن تهمنا as a leaders, as a pioneers لما نجينا مقيمين من سباهي لما نجينا مقيمين من آيكا يكون عندنا معلومات عن هذه المواضيع. الماتيريال سيفتي داتا شيت هي اتس ا دوكيمنت هي مستند باي ذا سبلاير اور مانيفاكتشرر اوف ا كيميكال برودكت ذات كونتين الانفورميشن اوف ذا برودكت. نفس الام اس دي اس يكون اللي مكتوب فيه جميع المعلومات الخاصه بالمنتج سواء كان سلامته سواء كان طريقه استخدامه اي خطوره على الصحه في كمان ممكن يكون في احتماليه يحدث حرائق تفاعله في الاسطح حتى الكونتاكت تايم everything every single point about the product it will be documented in the MSDS. علشان كده احنا حاليا في الوزاره لما نروح اي لجنه بخصوص اختيار المطهرات المعتمده من وزاره الصحه
أول حاجة نطلبها في الوصف الفني لهذا المنتج أن يكون معه MSDS Material Safety Data Sheet in order to proceed. يعني لما نجيب أي منتج ندخله المملكة العربية السعودية ويقول لازم approved من السعودي FDA the same like MSDS، لازم يكون approved and certified by the MSDS ومعه sheet. في عندنا two types of services، لازم نعرفها أنه عندنا high touch services and low touch services. High touch surfaces هي المناطق اللي أكثر تلامس، يعني those with the frequent hand contact، يعني زي ال call bell، زي ال bed rails، زي stretcher في المركز الصحي، السرير اللي يقعد على المريض. هذه تعتبر أكثر مناطق تلامس or high touch surfaces. وليش قلنا هذه اثنين؟ عشان إحنا نركز لما نطهر أو ننظف نركز على المناطق هذه، أهم من المناطق اللي هي low touch surfaces. مو معناته إنه ما راح ننظف ال low touch surfaces، but our focus راح يكون mainly ولازم يكون مرة يعني effective cleaning and disinfection على high touch surfaces. Low touch surfaces those with minimal hand contact زي ceiling floor، السقف مثلا، السقف يعني دائما غالبا يعني ما راح يكون تلامس فيه أبدا إلا إذا كان أحد ركب سلم وطلع فوق ونظف أو سوى حاجة، غير كذا راح يكون تلامس قليل. فإحنا ليه نتكلمنا عن ليش المناطق إنها high touch surfaces low touch surfaces، هذه راح تقرؤونها كثير في الأدلة الإرشادية الخاصة بنظافة وصحة البيئة، especially in the cleaning and disinfection method and procedure. لازم نحط في عين الاعتبار إنه high touch surfaces may be potential reservoir of microorganism. إحنا ليه نركز على high touch surfaces؟ because it's always reservoir microorganism، عشان هي دائما تكون بؤرة الميكروبات في المناطق العالية التلامس. في هذه الصورة تبين لكم يعني اللي باللون الأخضر اللي هي low touch surfaces or items، واللي باللون الأحمر اللي هي high touch surfaces or items. اللي باللون الأحمر هي المناطق الأعلى تلامس، واللي بالأخضر الأقل تلامس. وفيبين لنا هنا فين نركز وفين تكون تركيز الميكروبات فين موجود. So the concentration or the rate of microorganism in the high touch surfaces is higher than in the low touch surfaces. هل تعتقدون إن curtains high touch surfaces or low touch surfaces؟ What do you think? Can you write in the chat? الستائر هل تعتبر من ال high touch surfaces من عالي التلامس أم قليل التلامس؟ ممتاز ممتاز، رائع رائع، فعلا الستائر تعتبر من ال high touch surfaces، علشان كده لازم نركز فيها. في المراكز الصحية غالباً ما فيها ستائر، وإذا فيها ستائر تكون single use أو disposable one. So the curtains, the privacy curtains varies by the patient, and these curtains are often a high touch item. So when patients are not on the isolation precaution, privacy curtains should be changed and cleaned on the routine schedule and when visibly soiled. احنا عارفين انه المراكز الصحيه والمنشات الصحيه غالبا يعني المراكز الصحيه بالذات ما عندها curtains الا في حالات محدوده وتكون single use. في الطرفيه المراكز الصحيه اللي الان ما عندها this supplies تستخدم الكرتن، بس لازم يكون اتفاقيه مع مغسله المستشفى التابعه لها عشان تنغسل هذه الكرتنز. ما ينفع نخليها بدون جدول محدد للتنظيف. So we have to have a schedule for cleaning and disinfection and laundering this type of fabric curtains. اذا عندنا نوع القماش لازم يكون في اتفاقيه بيننا وبين المنشاه الصحيه اللي تابعين لها او تجمع اللي تابعين له علشان يصير تنظيف وغسيل لهذه الستائر. طيب بعد ما قلنا هذه مقدمة كاملة، بعد after we are discussing all the terms and background related to environmental cleaning and disinfection، هل تعتقدون how does infection spread؟ ليه تنتقل، كيف تنتقل العدوى أو الميكروبات في الأسطح؟ ممكن تقولوا لي أمثلة كيف تنتقل؟ ممتاز. Air، yes. Contact، تلامس. Exactly. ممتاز، ركزتوا على التلامس لأنه فعلا جدا مهم. So the rule of environmental in transmission of hospital acquired infection. ذكروا زملائي yesterday in their session that إنه environmental cleaning and disinfection is a one component of standard precaution، وقالوا إنه مهم in breaking down the chain of infection. احنا لو شفنا الصورة هنا لاحظنا هنا مريض كان عنده عدوى وانفكشن colonized patient.
ترك السرير حقه بس ما صار للسرير حقه أي تنظيف أو تطهير جيد. So no environmental cleaning and disinfection occurred in this bed. After that, we received another patient and he infected or he or she infected by the same microorganism from the contaminated bed. زي ما لاحظنا هنا إنه المريض كان هنا حالته معدية خرج من المستشفى ما صار تطهير وتنظيف فعال للسرير وجاء مريض آخر وحصل على اكتسب العدوى من المنشأة الصحية بسبب إنه كان السرير حقه ملوث. فهنا لو عملنا تطهير وتنظيف جيد if we did a proper environmental cleaning and disinfection will break the chain ونمنع العدوى. هذه بالطريقة الدايركت. طيب في طريقة indirect هو غير ما هي طريقة straight forward ما هي طريقة على طول direct هي طريقة indirect عن طريق يدي الممارسين الصحيين وما أدراك ما يدي الممارسين الصحيين. It's really significant to have a hand hygiene. Always we are hearing that why the infection control considering the hand hygiene and they are always talking about the hand hygiene. It's really significant intervention and a gold intervention in preventing infection. احنا عارفين اليدين على قد ما انه الناس تتكلم infection control اول ما نقول لهم مكافحة عدوى تقول لنا غسيل يدين او تطهير يدين. نعم تطهير وغسيل يدين جدا جدا مهم ونحط تحت ثلاثة خطوط لأنه من عن طريق تطهير اليدين وخاصة الممارسين الصحيين نمنع انتشار العدوى. زي ما أنتم ملاحظين هنا المريض كان colonized or infected مسكته ممرضة لابسة gloves أو بيدها بعدين ما غسلت يدها وراحت للمريض الثاني وأخذ العدوى من يدي الممارس الصحي. So the same the infected patient he's infected or acquired infection and then the healthcare workers providing the care for that patient and the same healthcare worker transmit to the clean patient with their infected hands or the healthcare worker infected hands. So proper hand hygiene أو النظافة الجيدة أو تطهير أو غسيل الأيدي الفعال يسوي break the chain of infection ونمنع انتشار العدوى. من 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 هذا المنطلق أو من هذه ال pictures ونعرف إنه كيف تنتقل العدوى عن طريق الأسطح. الآن راح نتكلم عن types and selection of disinfectant or supplies equipment. إحنا كمكافحة عدوى كيف نختار الأفضل أنواع أو المطهر للمطهرات والأدوات المستخدمة في التنظيف والتطهير. زي ما إحنا شايفين في الصور هنا راح تديكم hint إحنا نتكلم عن إيه. إحنا كمنشأة صحية سواء على في إن شاء الله راح تكونوا في تجمع يوم من الأيام تكونوا ضمن اللجنة اللي المسؤولة عن اختيار المنتجات الخاصة بالتنظيف والتطهير مع التجمع الخاص بكم حتى لو أنتم على مستوى مركز ومراكز صحية أكثر ناس أحسهم تطلع على الكوميونتي وعندهم اطلاع دائما على كل الأبديت ويهمهم جدا أن يكون improve their skills and knowledge regarding the infection control. So it's really important to have a background how to you, select the appropriate equipment and disinfectant that it will be really appropriate and significant and effective for cleaning and disinfection the environment. أنواع المطهرات ثلاثة في high level disinfection في mid level disinfection في low level disinfection وغالبا كل ما طلعنا فوق السهم لتحت معناته هو غطى جميع الميكروبات الموجودين على يدكم اليسار. فمن هذا المنطلق انه الهاي ليفل ديسانفكشن معناته راح يكون فعال لجميع الميكروبات المقاومه والميكروبات الاقل مقاومه على عكس الميد او المودريت ليفل ديسانفكشن راح يكون اقل فاعليه من الهاي ليفل بس قريب منه لكن اللو ليفل ديسانفكشن لا راح يكون جدا ضعيف وما يقتل السبورز يعني زي ما قلت لكم في البدايه في بكتيريا اسمها سيدف السيدف هاي تكون سبورز السبورز هذه ما تروح او ما تموت الا بهاي ليفل ديسانفكشن ما تنقتل او 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 تزال باللو ليفل ديسانفكشن فمن عن طريق الهرم او الهيراركي اوف ديسانفكتنت وي كان فايند ذات وي هاف ثري تايبس هاي ليفل ديسانفكشن moderate level or mid level disinfection and low level disinfection and based on the microbes from the most resistant to the most susceptible we are covering the type of microorganism and based on that we'll use the effective disinfectant. هذا another slide shows that the type of bacteria and fungi and viruses covering by which level of disinfectant من هذه الشريحة يبين لكم إذا كان هاي معناته يغطي البكتيريا ويغطي الفنجي ويغطي الفيروسز ويغطي النون ليبيد and small size في الانترميديت يغطي نوعين ونوع لا
في اللو يغطي نوع وما يغطي انواع ثانيه، فكل ما نزلنا تحت كل ما بان انه عندنا راح يكون الفاعليه للمطهر اقل. في بعض المنتجات لو تقرؤون عليها في المطهرات or if you read the component or the composition of the disinfectant that you are using the healthcare facility, وأتمنى منكم as assignment from me to you guys لما تروحون إن شاء الله المركز الصحي أو المنشأة check the component of the disinfectant that you are using إيش اسمه في الخلف يعني مكوناته من ماذا. So based on that you will find you are using the low level, the mid level or the high level. So الكوارترني أمونيوم هذا واحد إكزامبل على low level disinfectant. الكلوراين releasing agent زي sodium chloride at 1000 ppm راح يكون mid level، وفي الأخير الهاي ليفل لما يكون الهايبوكلورايت at 5000 ppm. عشان كده احنا نقول bleach أو chlorox if we are using concentrated one we are providing a high level disinfectant. لما نستخدم chlorox أو bleach كمطهر بتركيز معين احنا نعطي فعالية مطهرة عالية جدا إذا استخدمناه بالطريقة الصحيحة. في موقع أو agency it's called the EPA it's US Environmental Protection Agency. أي مطهر عندكم تبغون تعرفون أي معلومات عنه if you know if you want to know any regulations regarding any disinfectants you can go and check in this website. عشان كده تقرؤون دائما في بعض الليفلت تجي مع المنتجات إنه approved EPA approved أو registered. فهنا من هنا تعرفون ان هذا المنتج is فعال ونقدر نستخدمه في المنشآت الصحية. لما نستخدم منتجات لازم انه تكون معتمدة من وزارة الصحة. So must be approved by the MOH Infection Prevention and Control and Environmental Services. Must be compatible with the surface and equipment. يعني ما يعقل ان يستخدم مثلا مطهر عالي جدا في مواد بسرعة تتضرر من استخدام مطهرات العالية الكفاءة، فلأن راح تضر في هذه الأسطح، فلازم نستخدم على حسب كل أسطح بما يتناسب معها من مطهرات. And must be used according to the product safety data sheet زي ما قلت لكم أنا SDS. And must be dedicated for the hospital use. لازم يكون مطهر that we are using for the healthcare facility. يعني للأسف لما ننزل زيارات ميدانية نكتشف إنه كثير مطهرات يعني موجودة في البقالة صراحة، فهنا ممنوع جدا وتكون عن طريق شراء مباشر لأن it's not approved for the hospital use. Cleaning carts لازم يكون في عربات مخصصة للتنظيف والتطهير. So cleaning carts and trolleys provide a several benefits such as the ability to carry and safely manage all the essential cleaning supplies and equipment and increase the occupational safety. احنا يهمنا جدا زي ما احنا يهمنا حماية المرضى وذويهم or our patients and their relatives. Also we are really focusing about our cleaners itself. يعني مهم جدا to protect them by providing them the safe equipment like the trolley so they can performing the activities of cleaning and disinfection safely. يعني لما نديه أشياء ما هي عملية في عملية التطهير والتنظيف راح يكون جدا يتضرر العامل النظافة ويؤدي إلى إصابات لا سمح الله. في بعض العوامل تؤثر على عملية التنظيف والتطهير. So we have some factors that impacting on the cleaning and disinfection process. A type of cleaning and disinfection products. النوع زي ما قلت لكم أنا هل نستخدم مثلا شيء high level disinfection على شيء سطح ما يستحق يعني نستخدم فيه هذا الشيء فيأثر على السطح هذا ويسوي له دمج ويعني يؤدي إلى تلفه. Contact time. Please be always using the contact time. حتى spray that you are using for disinfection. الدينامب, الشيرز حتى البيشنت لازم طلعون قديش لازم تخلونه على السطح. يعني مثلا بخ spray كم بخة وقديش نخليه وقت وبعدها نمسح. خلاص ما ينفع نحط على طول نمسح direct. We are wasting our resources. So concentration of the disinfection. الكمية أو المعيار اللي نستخدمه عشان كده كثير من المنشآت الصحية خاصة المستشفيات راح يكون في dispenser خاص أصلاً هو ينزل الكمية المطلوبة. وفي المراكز الصحية يكون في كوب للمعايرة. Techniques and methods of cleaning. الطريقة التنظيف والتطهير لازم يكون مدرب عليها عامل نظافة حتى تتم بطريقة فعالة. الequipment used in cleaning and disinfection process. الأدوات المستخدمة المناشف المايكروفايبر تختلف عن المناشف العادية. المبز المايكروفايبر تختلف عن الممسحات الأرضيات العادية. فنوع الأدوات المستخدمة أيضا تؤثر على عملية التنظيف والتطهير.
physical and chemical factors, temperature, water, hardness, and pH. جميع هذه العوامل, all these factors impacting on the cleaning and disinfection process, and we have to consider it. هل لازم نلبس PPE؟ نعم. We must wearing personal protective equipment when are using or performing cleaning and disinfection activity. على حسب عملية التطهير أو النظافة اللي احنا نحتاجها, نحتاج فيها PPE. يعني مو كلها رح نلبس فيها مثلا N95, لا. The patient اللي under airborne precaution رح نلبس معاه N95 plus other standard precaution. The patient اللي على droplet precaution, أبغى جوابكم في الشات, إيش نلبس معاه؟ إيش type of mask؟ وقالتها أمس دكتورة نادين. ممتاز ممتاز. الجراحي surgical mask. So surgical mask plus standard precaution. لو تكلمنا على contact, the contact إحنا نتكلم عن تلامس. So we are always focusing على gown and gloves plus standard precaution. A routine, a cleaning, a thermal cleaning. So each type of cleaning task أو النشاط اللي نحتاجه في النظافة والتطهير على أساسه نختار ال PPE. يعني مو معقول ألبس full PPE everything عشان مثلا نقطة دم الله يكرمكم نزلت في الأرض. يعني مو معقولة. حسب حتى في blood and body fluid spill we have specific amount that we need to use a spill kit. Otherwise لما يكون نقطة دم رح نلبس gloves only ورح نستخدم disinfectant والwipes. هل في مواصفات محددة لغرفة النظافة؟ Do we have a specific structure for the utility room? Yes, definitely yes, we have. So لازم تكون well ventilated, التهوية جدا جيدة. A lighting or window access, لازم يكون فيها التهوية والإضاءة جيدة. Labeled with biohazard sign, وأكيد أنتم في مراكز صحية شفتوا سباهي الساندر للغرف هذه. Labeled with a biohazard sign on the door and restricted. Yes, الغرف لازم تكون فيها علامة حتى البيوهازارد ولازم تكون بس مخولة للأشخاص المخولين يدخلون فيها, غير كده ممنوع. Have an appropriate water supply. لا, نعم, لازم يكون في مصدر مياه موجود فيها ويكون يعني accessible for the cleaner or the healthcare worker. Have a utility sink floor drain for the safe disposal of used solutions. نعم, لازم يكون عندنا تصريف صحي لخلاص يعني نتخلص من المواد التنظيف المستخدمة وفي مصدر المياه لاستخدامه لتحضير أي مواد تستخدم لعملية تنظيف أو تطهير. Have a dedicated hand washing sink. مهم جدا يكون عندنا hand washing sink عشان هم أصلا عمالة النظافة لازم يمشوا على standard precaution والmost important thing is the hand hygiene. Used only for hand washing. ما نرمي فيها أو نتخلص منها من بواقي المواد المستخدمة للتنظيف. It's only for hand washing. Have access to an eye wash station. طبعا راح ألقى إجابات وكومنتات كثيرة إنه eye wash is not accessible, but هذا شيء accessory. Otherwise في a specific area لازم يكون في eye wash, لكن في the utility it's something accessory, not a basic standard or critical standard. Have appropriate PPE available. وما نبغى ندخل في التعارض, الشركة توفر, المستشفى أو المركز الصحي يوفر, لا, نحن يهمنا سلامة الممارسين الصحيين وتعريف الممارسين الصحيين يشمل عمال النظافة. طبعا cleaning methods and measures احنا تكلمنا عن في كل السادات السابقة عن المحاور الأساسية في تنظيف وتطهير, عن كيف نستخدم أو اختيارنا لمطهرات وأدوات النظافة, وتكلمنا عن الغرفة حق النظافة كيف تكون معاييرها واشتراطاتها. Now we'll talk about the cleaning methods and measures, كيف عملية تنظيف وتطهير الأساسية. We have three types of cleaning: routine cleaning, thermal cleaning and biological spill cleaning. من السلايد الأول أو بداية المحاضرة عرفت لكم common terms, كان من ضمنها routine cleaning and thermal cleaning. البيولوجيكال سبيل كليننج, أي سبيل بيولوجيكال سواء كان استفراغ الله يكرمكم, كان إفرازات للجسم يعني زي الدم مثلا سواء الجسم أو الدم, هذه كلها تعتبر بيولوجيكال سبيل إذا كان مقياسها أكثر من 10 cm. رح نعملها as a biological spill and we have to use a protocol for the biological spill management and we'll explain it in the next slide. فعلى حسب ال type of the cleaning that's required, so we have to follow specific method of cleaning and disinfection. Also the frequency of cleaning based on the risk type. احنا عندنا different
classification of the area risk of environmental contamination. يعني الأقسام عالية الخطورة تختلف تماماً عن أقسام منخفضة الخطورة. The high risk area OR ER ICU في المراكز الصحية الـ ER. Low risk area offices library الأماكن المكاتب الإداريين والأمور هذه تعتبر low risk area. Moderate risk area main medical ward and laundry. So على حسب الـ risk of the area على حسب راح يكون كم عدد مرات تنظيف يكون في هذيك المنطقة. So based on the type and the classification of risk of that area, the frequency of cleaning will be based on that. يعني لما يكون منطقة عالية الخطورة, so clean after each event procedure and clean additionally as required. يعني مثلا ICU على سبيل المثال في المستشفى, we have to clean after each event or procedure and also plus as required. لازم دائما نقول plus as required. Moderate risk, clean at least once daily and clean additionally as required. عشان كده أقول لكم أنا دائما لازم plus as required. Low risk, clean according to the fixed schedule and clean additionally as required. لما نعمل when we are performing cleaning techniques, we have to follow specific steps. لازم نتبع عدد من الخطوات قبل ما نبدأ عملية التنظيف أو التطهير. أول حاجة we need to conduct a visual preliminary site assessment. لازم نشوف المنطقة, ناخذ كده نظرة عامة عنها. Proceed from the cleaner to the dirtier. نشوف إيش المنطقة المتسخة جدا ومنطقة الأقل وسخ. فمن هذا المنطلق proceed from the cleaner من النظيف إلى المتسخ. Proceed from the high to the low, from the top to the bottom, من الأعلى للأسفل. وبروسيد ان ميثودوليكال سيستميك مانر. دائما دائما عمليه التنظيف حقتنا تكون بطريقه اورجنايزد منظمه بطريقه سيستماتيك, ما هي طريقه عشوائيه. زي ما احنا شايفين في الاريا دائما يكون طريقه التنظيف طريقه منظمه اورجنايزد اند سيستماتيك مانر. We have to consider, لازم نحط في عين الاعتبار في التنظيف وتطهير some aspect. So every health facility must have a written policy and procedure. سواء كان على مستوى at level of primary health care أو على مستوى مستشفى hospital, we have to have a policy and procedure for environmental cleaning and disinfection. لازم يكون عندنا سياسة, الدليل سياسات وإجراءات خاص بالتنظيف وتطهير. The specific supplies and equipment needed for the cleaning and disinfection. لازم يكون عندنا الكمية الكافية ولازم نعمل عندنا مستوى أو bar level أو مستوى لهذه supplies. ما نصل للزيرو level ونقول إحنا ما عندنا supplies so we are not performing cleaning and disinfection. Preparatory steps including hand hygiene and hand hygiene and again hand hygiene. لازم نعلم العامل النظافة بطريقة مناسبة له, لأنه إحنا عندنا عارفين we have a language barrier always with the cleaners. We have to use a simple language and sometimes we are using only as a workshop or demonstration or pictures. لازم نستخدم له صور, لازم نستخدم له طريقة نسويها قدامه نشرح له إياها, عشان دائما إحنا عندنا حاجز لغوي بيننا وبينهم, فلازم نشرح لهم طريقة تنظيف وتطهير اليدين بالإضافة إلى استخدام وسائل الحماية الشخصية. Final step including a collection of soiled cleaning supplies for debrusting or disposal, safe removal of PPE and hand hygiene. أنا طبعا في الأخير راح نشيل كل جميع النفايات الطبية, راح نشيل كل البي بي اي حقتنا المتسخة ونرميها في المكان المناسب لها, راح خلاص نشيل الأدوات اللي ما نحتاجها. هذا final step أو طريقة أو آخر إجراء. لازم يكون عندنا cleaning log, لازم يكون عندنا مجلد أو document أو مستند خاص بالتنظيف, مذكور فيه اسم عام النظافة, تاريخ اليوم, المناطق اللي ننظفها, المواد المستخدمة. So we have to have cleaning logs that demonstrating the name of the cleaner, the cleaning activity or session that provided, who can terminal cleaning, who can routine cleaning, the date and time and name and signature of cleaning staff. دائما احنا لما يجينا عمال نظافه يعني على مركز صحي ممكن ما عندنا turn over او تغيير كثير في عمال النظافه, لكن but in the hospital we have always turning over او تغيرون عمال نظافه. So always we have to select the most expert, اكثر خبره عمال نظافه والاقدم, نحطهم في المناطق عاليه الخطوره زي العنايه المركزه والطوارئ. So always we are placing the expert cleaners in the high risk area. Cleaning job aids include, زي ما قلت في البداية, الصور, أي posters, pictures, guide, or visual reminder that used for cleaning tasks.
والحمد لله على موقع الوزارة gdibc.sa we have a specific poster that in a different language even in the Urdu. عندنا على لغات مختلفة بإمكانكم استخدامها في المنشآت الصحية وفي المراكز الصحية على وجه الخصوص عشان العام النظافة يفهم بطريقة بلغة الأوردو إيش المطلوب منه في العملية تنظيف وتطهير. هنا نموذج يستخدمه في التيرمينال كليننج وهذا عادة ما تشوفوه أنتوا إلا في حالات الكوفيد توقع في وقت الجائحة كنت تشوفوه في مراكز تطمن. كيف نعمل مونيتورينج اند فيدباك للكليننج اند ديسانفكشن؟ احنا ما ينفع ما نسوي تقرير او ريبورت فور ذا اور مونيتورينج كومبلينس. انا متاكده انه المنسق مكافحه عدوى في مركز صحي مسؤول عن تقييم او مراقبه تنظيف وتطهير في المنشاه نفسها، فضروري جدا يكون عنده تقارير ثابته او محدده او يوميه عن طريق أنشطة تنظيف وتطهير داخل المركز. So we have to have a monitoring and feedback. كيف نعملها؟ في أربعة طرق، يعني إحنا ما نستخدم عادة إلا direct and subjective، بس يعني حبيت إني أشرح لكم إياها لأنه إن شاء الله تكونوا تستفيدون منها. في عندنا direct, indirect, objective and subjective. Direct معناته أنا راح أشوف بعيني. So I'm observing the activity. أنا قاعد أشوف عامل النظافة how is it performing cleaning. The indirect هنا في الطريقة هذه أنا راح أستخدم كيميكال تريسر زي مادة أو جهاز راح أحطها في الأرضية وقبل التنظيف وبعد التنظيف لما يصير أروح أجيب ألترا فايلت لايت وأشوف هل الماركر موجود، إذا موجود معناته cleaning not done. So I'm using a chemical tracer to put it in the surface before cleaning and disinfection and after that, after the cleaning, I'm using the ultraviolet light to check if the link or the mark is disappear or not. If not disappear, that means no cleaning and disinfection occurred. The objective هنا معناته بالكلتشر أو الميكروبيولوجي أو إنه باللاب تيست. وهذا عادة نادرة ما نعملها إلا في حالات التفشيات الوبائية الأوتبريك. والسبجكتيف لما ألبس gloves وأمسك منديل مبلل أو gauze مبلل وأشيك when I'm using gloves and a wet gauze and check the surface إذا كان في غبار إذا في dirt. This is subjective. So always, يعني, or commonly, we are using the direct and subjective. But حبيت أعطيكم more information about it for you, so maybe it will be helpful. أخيراً راح نتكلم عن biological spill management. إحنا تكلمنا إنه biological spill هي أي spill that related the body human fluids, blood fluids or urine or vomitus. إذا كان السايز حقها more than TCM, we have to bring the spill kit. ولازم تكون spill kit available in each area. ولازم يكون الهيلثكير وركرز تريند اباوت ات. وما نقول هذه شغله العامل النظافه، في ممكن مشاهد تقول عامل النظافه but we always as a pixel component we need to be trained in the spill kit management. ولازم يكون في السياسه مذكور مسؤوليه مين، بس في الاغلب مسؤوليه اي ممارس صحي التعامل مع any spill should be trained in the biological spill management. حطيت لكم السبيل مانجمنت كيت that we are using in the MOH في وزارة الصحة، نستخدم هذه. فلما ترجعوا للسبيل نفسها كيت راح تلقوا فيها الطريقة موضحة في الصورة في الخلف ومعاها جميعا كامل الأدوات دون الحاجة إلى إضافة أي أدوات. So the kit for the spill management here include all the PPE required and supplies, so no need to bring any extra supplies. Clean spill of blood or body fluids immediately using the technique in spill of blood or body fluids. عندنا 10 خطوات لازم نتبعها to perform a spill management effectively. أول شيء لازم نحط precaution sign. بعدها نلبس الابروبريت بي بي اي، وقلنا لما تكون نقطه دم ما يحتاج نلبس افول بي بي اي، نلبس جلوفز وما نحتاج نجيب نفتح سبيل كيت. وي كان يوز جلوفز اونلي سبراي وكلين ات ذاتس ات. لكن لما تكون مور ذان 10 سي ام راح نستخدم نفتح سبيل كيت نحط بريكوشن ساين الكوشن ساين اند ذن وي هاف تو يوز البي بي اي بطريقه الدانينج، الطريقه الصحيحه للدانينج اللي شرحتها امس دكتوره نادين اللي هي نبدا من داون تو اب ان تي شيب. Diamond T-shape. So gown, mask, face shield, and gloves. بعدين بعدها راح نشيل أي glass or sharp and throw it in the sharp container. After that, we are using the granules, اللي هي الباودرة اللي تكون السريعة الامتصاص. We are spill it from the inner to the outer. السبيل نفسه إذا كان دم مثلا نحطها من الداخل إلى الخارج بشكل دائري. ننتظر
على حسب الكونتاكت تايم المذكور في الـ في الـ في السبيل كيت نفسها، ننتظر لين تمتص الدم او السائل اللي السبيل الموجود on the surface and then and usually it's more not more than 2 minutes. بعدها نشيلها بالسكربر اند سكوب بالمجرفه والمكنسه ونستخدم فيها الكبسول بليتش زي رقم 6، نعبيه في المويه or fill it with water till the level، نستنى لين يذوب، بعدها نحطها في السيرفس from outer to inner ونستخدم فيها الوايبز ودراي ات and then discard all the supplies in the yellow bag and then the last is finally performing hand hygiene which is really significant. أبغى أذكركم أذكر جميع الممارسين الصحيين بكافة العدوى remember that environmental cleaning and disinfection is a part of standard precaution which should be applied to all patients in healthcare facilities. And it's important to implement environmental cleaning program within framework of facility level infection control program. بدون برنامج مكافحة العدوى مذكور جي يعني نصاً نظافة وصحة البيئة وعملية تنظيف وتطهير معناته أنه ما في برنامج لمكافحة العدوى فعال وهذا يؤدي إلى انتشار العدوى. So in conclusion, the healthcare environment contains a diverse population of microorganisms. لين اليوم احنا نسمع microorganisms جديدة, monkeypox, COVID-19, different influenza virus. So different various microorganisms وأشياء نعرفها وأشياء لسه ما نعرفها. So by collaboration between infection prevention and control and environmental services, لازم تكون علاقتنا جدا وطيدة, خاصة نكون على مستوى hospital level. So we have to have a strong relationship and communication between the environmental health services and the infection control to implement the environmental health program effectively. على مستوى المركز الصحي ما اعتقد ان يكون عندنا قسمين مختلفة وفي بعض المراكز فيها اقسام مختلفة بس هو دور دائما الاشراف الفني يكون عن طريق ممارس مكافة العدوى وجدا مهم يكون العلاقة جدا communication skills مهمة علشان نعطي نحمي مرضانا ونحمي انفسنا وزملائنا في العمل والبيئة في المنشأة الصحية أجمعين إنها من أي عدوى مكتسبة من المنشآت الصحية. وفي الأخير لازم نتذكر always that the patient coming to the healthcare facility seeking the trust and the perfect and excellent care. So we have to provide for them an accurate and safe and quality of care. إحنا بما إنه المراجعين أو المرضى يأتون المركز الصحي بطلب إنهم جايين على آمال عالية وثقتهم جدا عالية بالممارسين الصحيين في هذا في ذلك المركز الصحي. So we have نعطيهم لازم نعطيهم جودة ونعطيهم رعاية ذات جودة عالية وتكون آمنة لجميع مرضانا وذويهم. أشكركم جميعاً. هنا في guidelines وdocuments تقدرون تستخدمونها وموجود على موقع الوزارة GDIBC المانوال for environmental cleaning and disinfection healthcare facilities. وحابة أعمل معكم quiz وريت جابوا معايا على الشات. أول سؤال: what are the classification of hospital areas according to the risk of environmental contamination؟ إحنا قسمنا المناطق أو بحسب خطورتها في المنشآت الصحية إلى high risk, intermediate and low, high and low only or no classification او ما يحتاج اي تغيير او اي تصنيف. ايش رايكم؟ اجابات في الشات. ممتاز. One, exactly. Thank you so much. You are doing a great job. The disinfection defined as, وهذا مره مهم لي الصراحه يعني تفرقون بين cleaning and disinfection. The disinfection defined as a physical removal of a foreign material and organic material. So, التعريف التطهير يعرف بهذا definition أو لا؟ هذا definition true or false تبع التطهير أو للتنظيف؟ أنا الحين غشيتكم. Shouting please. Excellent. False. Excellent. So, ليه؟ لأنه إحنا قلنا disinfection killing organism. خلاص عرفنا. هو قتل الميكروب لكن التنظيف هو اللي يشيل الفورين والماتيريال والدست والغبار والامور هذه. Example of the high touch surfaces هو ايش؟ Ceiling, air vents ولا coal bill؟ ايش رايكم؟ ممتاز جدا مبسوطه وجدا فخوره باجاباتكم والريسبونس. I'm really glad today to have you guys. I wish that يعني تكونوا استفدتوا من المحاضره وإن شاء الله يعني دائما تكونون قد يعني قد على احنا متأملين فيكم انه انتم infection control always prove that the whole world
during the pandemic COVID-19, you are the best as a healthcare worker and you are providing a best practice. Thank you so much, guys. وليلة سعيدة بإذن الله. يعطيك العافية أستاذة أحلام. Thank you for that. And يعني صراحة محاضرة أكثر من رائعة والله العظيم. فشكراً على البرزنتيشن الأكثر من رائع. ويعطيك العافية على الطرح الجميل. في أي أسئلة؟ في سؤال سأله قبل شوية، أنا كنت قاعدة أشوف الشات، سألوا وش الفرق بين البلد والفوميتينج، هل في الستب تبع البيولوجيكال سبيل ايش الفرق بينهم؟ يعني استاذه شواق انت الاكسبرت في هذا المجال. بيكسل اكسبرت، والسبيل مانجمنت از وان سيجنيفيكانت كومبوننت. طبعا احنا قلنا انه بيولوجيكال سبيل اني سبيل سواء كان بلاد فوميتس يورين، احنا نتعامل مع سوائل للجسم قد تكون معديه، فعشان كذا احنا نتعامل معها بالسايز. لكن هو الفوميت مع اليورين مع بلاد كلها تعتبر سوائل خارجه من جسم الانسان ومعديه. فاذا كان حجمها او السايز تبعها مور ذان 10 سي ام، وي نيد تو يوز ا بروتوكول فور ذا سبيل مانجمنت. تمام. بس إذا ممكن الإضافة، هم قصدهم أستاذ أحلام أن الفوميتينج، إيش الفرق بين الفوميتينج والبلد أو الفوميتينج واليورين بالاستب قصدهم؟ هل الخطوات متشابهة أو تختلف؟ تمام. في الخطوات إذا كان بلد ما راح نستخدم، يعني في البلد نستخدم ديسنفكتنت، في الفوميت لا، ما راح نستخدم. أول شيء نسوي كليننج بعدين ديسنفكشن، هذا هو الخطوة الفرق بس. يعني لما يكون عندنا فوميت لازم أول شيء ننظف بعدين، أو خاصة في اليورين ننظف أول بعدين نسوي ديسنفكشن عشان نمنع، ما نحط على طول ديسنفكتن دايركت عشان راح يسوي إيريزول وراح يأثر، يسوي ريسك للإكسبوجر للهيلث كير ووكر. تمام، يعطيك العافية. أيضا كاتبين من المسؤول عن السبيل كيت؟ قلتها في المحاضرة. So I mentioned in the my lecture that according to the policy of the healthcare facility, the primary healthcare center ذاكر إنه المسؤول عن any spill management راح يكون عامل نظافة مدرب. لازم أقول كلمة مدرب. مدرب عن طريق مكافحة العدوى طبعاً، راح أقول لك إيوة اتفق، لكن هي حسب السياسة. But always يعني from my experience صراحة إنه the healthcare workers بما إنه هو component of pixel, so any healthcare workers responsible for their services. يعني مو معقولة في عيادة التطعيم مثلا يصير عندي سبل وأكلم عامل النظافة، طب أنا ممارس صحي مدربة عليه، ليه ما أعمله بنفسي؟ ممتاز، وأتفق معك أستاذ أحلام. المفترض جميع الممارسين الصحيين يكونون على علم بهذه الطريقة. في سؤال آخر، إذا كان زمن التلامس المطهر الأسطح دقيقتين، فهل من الممكن أضع نهاية الدوام دون مسح؟ ما ينفع. إحنا if we doing effective cleaning and disinfection، إذا مكتوب إنه في بعض السبراي مثلاً مكتوب فيها إنه تستخدمي بخاخ بدون تمسيح، في بعض البخاخات مطهرات تستخدم only spray without any wipes، so هذا it's okay. لكن كان نوع مطهر يحتاج إنك تمسحي بعده، no we must نستخدم contact time and we must wipe it up. سؤال أخير عشان نختم، can be use powder. لحظة أطار السؤال. ما شاء الله تبارك الله، من كثر الأسئلة طار السؤال. بس إنه اللي هي سألوا هل ممكن استخدام البودر في السبلكت بدل أو الأبزرف اللي هو المادة الماصة. طبعا احنا قلنا ستيب لازم نستخدمها ستيب باي ستيب، ما نقدر ننقز واحد ونترك الثاني. So if لازم إذا خلاص هي سبل it's already available، الأبزوربنت موجود في السبل كيت، خلاص إحنا نمشي على السب تبعه، ما نعدي مرحلة خطوة ونترك الأخرى. لازم نمشي بتعداد على حسب البروسيجر بالستبز نفسها بالخطوات بنفس الآلية. تمام، يعطيك العافية. في سؤالين، هل الديتول ممنوع؟ وهل خلاص هل الديتول ممنوع؟ لا تسألوني عن منتجات بحد ذاتها باسم براند نيم. Don't give me a brand name. قل لي إيش مكوناتها. ديتول براند نيم. إيش مكوناتها عشان اتفق.
احنا as ممارسين مكافحة عدوى ما نطالع في brand name 3M, Dettol, no. We are talking about the component. وروحوا للسيفتي داتا شيت والاي بي اي وابغى منكم as a assignment to find out. ودائما ارجعوا للام او اتش ابروفد المطهرات المعتمده من وزاره الصحه وفي عليها دوكيمنت موجود في الويب سايت تلقون فيه هل هو ابروفد او لا. ممتاز. انا صراحه اخترت السؤال هذا عشان ابغاك تجاوبين بهالطريقه عشان يقدرون يستفيدون عدم تخصيص اللي هو عدم تخصيص نفس البراند. الواحد لازم يناظر المانيفاكتشرز ويعرف ايش المكونات اللي فيه. يعطيك العافيه ومره شكرا على المحاضره الرائعه. انا شخصيا استمتعت فيها. هاي يسعدك استاذ اشواق. وانا ابغى اقول لهم ترى انتم مستهونين بقدراتكم از انفكشن كنترول. يعني انتم من الناس اللي اكثر فئه او من الممارسين الصحيين اللي تعملون ريسك اسسمنت وميك ا ديسيجن كريتيكال ديسيجن. ف يعني بيليف ان يور سيلف و do your task based على guidelines وراح تكون يعني ال practice حقتكم best practice provided. Thank you so much. يعطيك العافية أستاذ أحلام. ننتقل الآن إن شاء الله تأخذون بريك 10 دقائق وبعدها بإذن الله راح نبتدي المحاضرة اللي بعدها الثالثة إن شاء الله. شكرا أستاذ أحلام.
Assalamu alaikum. How are you? Yeah, I'm just uploading my this. Okay. Let me open the my presentation and share. السلام عليكم. The third session is occupational health presented by Dr. Mohammed Nassim. He is public health, the doctor of for public health, and it's infection control coordinator and infection prevention control department in Directorate Health in Peshawar region. Thank you, doctor. Can you be started? Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome all. Is I'm audible to all? Okay. Good evening, all of you. My name is Dr. Nassim. I'm a public health doctor. I'm now working in infection control in the Directorate of Health, Bisha. Today, our topic is about the principles of occupational health. The occupational health is very important. Excuse me, doctor. Yeah. Can we make the full secretion slideshow, please? Now it's okay? Yeah, it's okay. Thank you, doctor. Thanks. So the employee health is a very important part of the healthcare system, because if there is a one patient who can be who can infect one other healthcare worker, but if the one healthcare worker is infected, they can infect many of them, many of the patients and colleagues, and so there can be an outbreak situation. That's why the employee health is very important. We have been taking rounds in the primary health centers, and we have seen that this the employee health is a weak program. Let's say that it is not that much highlighted in the primary health care. I don't know the reasons, but it is very important today, and I'm thankful to all the organizers for choosing this very important topic. As you know, the human capital drives every aspect of an organization operations, from technology and product design to distribution networks and service delivery. The latest research shows that health, work behavior, and the value of human capital are linked.
The employee health status directly influences employee work behavior, work attendance, and on the job performance. What is a healthcare worker? A healthcare worker is anyone working in a healthcare facility or and whose activities directly or indirectly bring him or her in contact with patients. For example, we have physicians, nurses, technicians, housekeepers, social workers, psychologists, admin on call, security, ambulance staff, driver, all are included in this because they are directly or indirectly they have a patient contact. What are the goals of occupational health? To ensure physical, mental, and social well-being of the staff, to provide occupational health care to the staff, and to ensure safety, security, and satisfaction of the staff. The preventive aspect is initial screening of the staff for infectious diseases on joining to ensure the staff safety and the patient safety also. The periodic screening of staff during their stay or work, the vaccination of staff, if it is initial or periodic, and the preventive measures and follow-up of occupational exposures and hazards to which all the healthcare workers are at risk of exposure to because of the nature of their job, dealing with the patients. And to grant work restriction appropriately, those to the infectious staff, and prescribe and monitor sick leaves of the staff. The employee health or occupational health, it is very good that if there is a physician who can part-timely or full-time take care of the occupational health of the staff. If it is a part-time, then 2 days maybe in a week, the physician can conduct the occupational health clinic, or which is commonly called here employee health clinic, and can take care of the staff. If it is impossible to take a physician, then the infection control practitioner or the infection control link of the facility, you can be a nurse or a technician, can then take care of this occupational health program. The occupational health files of all employees at the facility are to be made and to be maintained throughout their stay. Now, what is the different aspect of health evaluation of any staff who is a new staff who is joining the facility? The referral of the staff to employee healthcare clinic or infection control practitioner or coordinator is the responsibility of the personnel department of the facility. Then their occupational health medical record file is to be made. And this will carry the staff health history previous, which carries his physical condition, previous diseases, all we will deal in detail with in the due course. And the initial screening or investigation, which is to be conducted, which are different like CBC, X-ray, chest, serology, hepatitis B, C, HIV, then for the syphilis, TPHA, stool test, culture, urine microscopic examination, tuberculin skin sensitivity test, or interferon gamma release assay, if it is available, otherwise tuberculin skin test. And additionally, the immune status of the staff against the measles, mumps, rubella, and chickenpox, because they are highly contagious and they can spread easily from the staff. And the staff can also contract if their immunity is not to the acceptable level. Now the health evaluation at joining will be the history of the staff, current disease, chronic disease, like which can make him prone or immunocompromised, like diabetes and the other diseases, bronchiolasma, chronic obstructive pulmonary disease, or other diseases. The previous infectious diseases which he has contracted during his work, and then is the clinical examination, with a general physical examination and systemic examination. That's why if a doctor is involved part-time even, it is very good because the doctor can contribute to the physical examination of the new staff.
Then the initial screening investigation, they are done at the central laboratory of that in that vicinity at the primary health care. And it is going to be the chest X-ray, posterior anterior view, complete blood count, and in the serology, hepatitis screening for hepatitis B virus, hepatitis C virus, HIV, human immunodeficiency virus. Then is the treponema pallidum agglutination, TPHA, stool test and culture, urine examination, tuberculin skin test, or interferon gamma release assay if it is available. Otherwise, tuberculin skin test is sufficient. And additionally, the same, the immune status against measles, mumps, rubella, and chickenpox. Now, why we do the CBC? Because if different parts of the complete blood count, this also give us a clue to the immune status of the patient. Like if the ESR is raised, it can be due to inflammatory process or the infectious process. Hemoglobin increased, how much or decreased, that is called hemoconcentration or anemia. That also leads to the to makes the staff prone to get an infection. Then the RBC count, like if it is very high, polycythemia rubra vera, in this also the staff is immunocompromised. Then they, according to the total leukocyte counts, increase or decrease can also tell us about, it also tells us about the infectious process ongoing, or the differential leukocyte can count can make us about the discrimination about the viral or the bacterial diseases, and it can also tell us the allergic condition of the patient, that he is prone to allergy, like with the eosinophilia. Then the platelet count thrombocytosis increase or thrombocytopenia decrease, they also can tell us that the immune patient, the person is not immunocompetent, that he is prone to the infection. The urine analysis is done for the, especially the microscope is done for the presence of ova, importance, and you know, bilharziasis. The stool test is also important for the ova, one is the to the ova, and stool culture is also important to detect especially the carrier state of the salmonella. And if the person is salmonella, it has to be treated, and then post-treatment, three negative cultures are important. Because say if I can quote you an example of a worker of the cafeteria, he was a cook and he was a carrier of the salmonella in his stool, but somehow he escaped. And when he was working during work, one day he contaminated the sauce. And by the sauce, then about more than 2,000, that is a very famous outbreak of food poisoning that occurred, and more than 2,500 patients were admitted. So that's why this is also very important, the stool culture and the carrier state of salmonella to be determined, and some of the other diseases which can lead to diarrhea, like amoeba or Giardia lamblia and others. Now, the chest X-ray is very important because it tells us about the tuberculosis status of the patient, whether he has an active disease or he have old healed lesions or he is having clear X-ray. And it can also tell us about the chronic diseases the staff is having, like bronchial asthma, COPD, and other occupational diseases, silicosis, brucellosis, and all that, which can give us a clue. The tuberculosis screening is very important. And during our visits to the primary healthcare, we have seen that mostly the tuberculosis screening is not done up to the mark. It is almost pending. This is very important because tuberculosis is highly contagious, and one healthcare worker can infect many men, and it is treatable. So the person can be taken off the duty, treated till he is the open case of tuberculosis. And when he is a smear, sputum smear negative, he can be put back on the duty. But at least this is very important. And so the history of the employee regarding past positive this tuberculin test should be sought, and then exclude those persons from the test who have got previous documented positivity test, and we can and refer them to pulmonologist for evaluation, because once they have a previous tuberculin skin test, then they are going to be positive for life, and it cannot there is no point in doing the test again.
they have to be evaluated by the pulmonary, by the clinical examination and the chest x-ray. And if you feel like for the sputum analysis also, this is the job of the pulmonologist or physician who is going to evaluate them. The screening for this is, you know, that two types of tests are used, the tuberculin skin test, in which you give intradermal tuberculin protein and check the hypersensitivity to it. And then is the interferon gamma release assay blood test. It can be done if it is available, which is more accurate and preferred method. Indications for tuberculin skin sensitivity test or interferon gamma release assay is the persons at high risk for mycobacterial tuberculosis disease exposure or infection. The as part of the post-exposure workup for employees exposed to mycobacterium tuberculosis disease or active surveillance for the new employees. Now, what we do in a brief that we give the purified protein derivative, which is called PPD. It is inoculated into the skin, intradermal, and detects hypersensitivity to tubercular protein. And according to the hypersensitivity reaction, it is categorized as significant or non-significant. Then there is the wheal formation occurs. That is, wheal means the red circle there. But this wheal is not an indicator of it. It is always in duration. The swelling, the bump which it creates, the thickness of the swelling is important. And then this can tell us about the previous exposure of the staff to the tuberculosis, or which is also called as the latent tuberculosis, that the tuberculosis bacteria is there and in the body, and it can become active. If it is inactive at that, it can become active at a later. So it is important. If the tuberculin skin sensitivity test or IGRA test is positive, then the evaluation is for the pulmonologist, probably by the help of the X-ray chest. And if X-ray chest has clear, then maybe the pulmonologist can discharge him or her, or if it is of a recent origin, or if the pulmonologist decides, then a prophylaxis of isoniazid can be given for the up to 6 months. The procedure is that it is a two-step procedure. It is given intradermally 0.1 ml containing 5 tuberculin units of purified protein derivative PPD on the flexor surface or volar surface of the forearm with 27 gauge needle of tuberculin syringe if available. If not available, any insulin syringe can be used and can be given. This is given at an angle of 15 degrees, so it is in the skin, just below the skin surface. And then ask that's of course that before doing it, always ask to the skin sensitivity, this TST tuberculin test done before, and obtain documentation. It is very important that don't rely on the history alone given by the staff. Every history given has to be, especially this tuberculin test or the diseases, infectious diseases, it has to be documented evidence. The avoid skin with veins, rashes, or excessive hair, give on the clear area and clean the area with alcohol swab and allow the area to dry, and then you can do the inject into the skin just below the surface of forearm, and so that a 6 to 10 millimeter of wheal is formed. Do not cover area or apply pressure. If bleeding occurs, dab the area with cotton swab. If no wheal formation or wheal is less than 6 millimeter, the test is to be repeated immediately, approximately 2 inches away on the same arm, or you can do the repeat test on the opposite arm, on the other arm. So this wheal formation initial, it is very important, and its diameter is very important, and it should be more than 6 millimeter. Now record the date and time on the test site and circle it,
and inoculation site, and then write the time and the date of the test. The person is advised not to scratch the site, but to use cold compresses to relieve itching or swelling. Give appointment after 48 to 72 hours for the reading purposes. And give written information to the person for his guidance in the form of a brochure or a pamphlet. The measurement or reading is done that the measure in duration, the hard bump, the thickness rather than the erythema, palpate area with fingertips, measure diameter of induration perpendicular to the long axis of the arm. Mark the edges of induration with the ball pen. Use a ruler with millimeter marks to measure distance between the two points. A test reaction of more than 10 millimeter induration is considered positive as far as the, I will just consider here as the workers in the healthcare facility. All people who are associated with the healthcare facility, their induration is more than 10 millimeter or more is considered as positive. Less than that is not considered positive. And then the record it and document, recording and documenting, record date and time of giving TST, record date and time of reading and induration in millimeter, zero, if no induration, rather than positive or negative. It should not be written as the tuberculin test positive or negative. Always write down what is the induration, their measurement, and record name and designation of the person reading the result of the tuberculin test. IGRA, this is interferon gamma release assay. It is not available in the primary healthcare, but we'll just go, it is a blood test, which determines that the patient is infected with TB bacteria. If he has been infected, it measures how strong person immunity reacts to the TB bacteria by the blood. And it is two types of tests are approved, QuantiFERON TB Gold in tube test or T-spot TB test. A blood sample is collected in a special tube and sent to lab for the quantification. The positive IGRA means that the person has been infected with mycobacterium tuberculosis bacteria, and additional tests are needed to determine latent tuberculosis infection or mycobacterium tuberculosis disease with the help of X-ray or with the sputum analysis, as is shall be the preference of the pulmonologist or the physician to him. The staff is referred. The negative IGRA means that the latent tuberculosis bacilli infection or mycobacterium tuberculosis disease is not likely. Now the other is the hepatitis B. For the hepatitis B surface antigen is tested. If positive, person should work away from the patient care because he is likely to transmit the disease. And then hepatitis core antibodies tested, IgM antibodies tested for the current or ongoing infection. If positive, it denotes, or if IgG only is present, hepatitis core antibody IgG is, this denotes past infection cleared and the person is immune. Hepatitis B surface antibody is detected. Is titer is important rather than the positivity or negativity of the hepatitis B surface antibody. The immune status is above cutoff point, that is more than 10 microunits. If it is above that, it is the person is immune. If it is below that, the person is not immune and needs revaccination. This depends. This cutoff point is also dependent on the kit which is laboratory is at that time using, and it varies from kit to kit. But the standard kits, their cutoff point is more than 10 microliters. The hepatitis C surface antibody is also tested, and they, if it is positive, it means current ongoing infection, and the staff should work away from the patient care because he is likely to transmit the hepatitis B infection, and his liver function test should be tested for that matter. To know that what is his condition of the liver. And the person should be, though positive, should be referred to a gastroenterologist or hepatologist for evaluation. HIV antibody test is done by the ELISA, and it is a highly sensitive test. And if it is positive, it means the person should work away from the patient care.
Now the vaccination status. In this initial screening, the vaccination status is noted. Merely the history given by the staff that I've been vaccinated is not sufficient. Always look for the document, vaccination card or physician document, or it is determined by serological tests. Otherwise, screening should be done to confirm the immune status by the laboratory. Now, what are the vaccination statuses to be noted? Is seasonal flu, hepatitis B vaccination, measles, mumps, rubella vaccination, chickenpox. BCG is not important. It is because it's immunity waxes and wanes in 7 to 8 years. Maybe it is of the highly developed countries. If it is done recently within 7 years, then it might, but it is usually not taken into account. The meningitis vaccine is to be done in, it is valid for 2 years, every 2 years, and it is especially for those who are working in the laboratory who are exposed to meningitis, or people who are working in high concentration areas like on Hajj duty, Umrah season, and then COVID-19, now it is very important, and the COVID-19 vaccination is noted. Now the seasonal flu vaccine is given adjoining, but you can, if it's not already received, then you can give the seasonal flu vaccination. Hepatitis B status, if the hepatitis B surface antigen is positive, no need of vaccination because the patient is already hepatitis B positive. It will not help. If hepatitis core antibody IgG is positive, then again, no need of vaccination, that it denotes the past infection cleared and the patient is immune, the person is immune. And if hepatitis B surface antibody titer is above cutoff point, no vaccination. But if it is below the cutoff point, then give 3 doses, 0, 1, 6. And then after 1 to 2 months of completion of these 3 doses, then the hepatitis B and surface antibody titer is checked. If it is above the cutoff point, the person is declared immune, or if it is below the cutoff point, then again, 3 doses, a second series of 3 doses is given, again the same, 0, 1, and 6 months, and then tested after again 1 to 2 months. If still below cutoff point, after the second series, the person is declared as non-responder, it is recorded, and he is given counseling and education about preventive measures. There is no need to give him a further vaccination. On exposure, otherwise, these persons will receive the hepatitis B immunoglobulin. Now, MMR, if vaccination card or physician documented diagnosis of measles, mumps, rubella disease is not available, perform test for measles IgG, mumps IgG, and rubella IgG, immunoglobulin G. If positive, no need of vaccination. If negative, then give MMR vaccine 2 doses 1 month apart. That you give 1 dose and then repeat it after 1 month. Chickenpox, if vaccination card or physician documented diagnosis of chickenpox disease is not available, test for chickenpox immunoglobulin G. If positive, no need of vaccination. If negative, give chickenpox vaccine 2 doses 1 month apart. COVID-19, you know that now it is mandatory. All employees who do not have documented vaccination shall be given 4 doses, 2 initial doses and 2 booster doses, as is advised by the MOH latest regime, because they are updating it all the time, and according to that schedule, it should be given. Now, the periodic or annual screening. This was the initial screening finished, and now we go to the periodic screening. The periodic screening is done on annual basis. In this, very important is annual hepatitis B anti-surface antibody titer, because the titer can vary. And if above cutoff point more than 10, it is declared immune, no need. But if below 10, then revaccinate 3 doses, 0, 1, 6 months, and 1 to 2 months after the 3rd dose, perform hepatitis B surface antibody titer. If above 10, it's okay. If not okay, then again 3 doses are given. And after the 2nd dose, if the cutoff point, above cutoff point, immune. If not above cutoff, it is below the cutoff point or 0,
it is declared non-responder, especially if it is zero, it is declared as non-responder and given education about the preventive measures. The hepatitis B surface antibody negative is tested for hepatitis B surface antigen also. If you are testing for the first time and for the hepatitis B antibody negative comes negative, then test for hepatitis B surface antigen also, whether the patient has acquired hepatitis B. If it is positive, then there is no role of vaccination. No vaccination is given for any purpose. Now, the tuberculin test, it is very important that every year, those staff who have been negative last year should be retested for the tuberculin skin test. And if positive, they should be reevaluated by the pulmonologist, because that means that they have recently converters and they should be reevaluated by the physician or the pulmonologist. And then every year we are calculating the tuberculin positive positivity conversion rate, as that the number of employees who test positive divided by total number of employees who are negative and tested multiplied by 100. So it will give you the percentage of the percentage conversion, tuberculin test conversion rate, which is also important and indicative of your institution measures, infection control measures. And now the periodic vaccination, a seasonal flu is given annually every year, and COVID-19, according to the recommendations, it can be included in the periodic vaccination. Now, the vaccination during job and career, meningitis vaccine is given during the attendance or duty at the time of Hajj, or laboratory workers who have exposure risk to meningococcus. The meningitis vaccine quadrivalent conjugate ACYW for 19 to 54 years of age people, and meningitis vaccine quadrivalent polysaccharide ACYW for 55 years and above. Vaccination is valid for 2 years. Tetanus and diphtheria. Now, TD, this is also recommended for the people, for the healthcare workers doing their job. One booster dose every 10 years after completion of primary DPT, that is diphtheria, pertussis, and tetanus toxoid, 3 doses in childhood. And the tetanus or diphtheria acellular vaccine, TDAP, one dose of TDAP to all healthcare workers below 65 years of age, which is followed by TD, one dose every 10 years. Blood and body fluid. Now, the occupational risk, operational exposures, the follow-up and the management of the occupational exposure, which is also the duty of the this is also under the employee health program, and it is our occupational health program for the healthcare workers, and it is the duty of that employee health clinic or employee health physician or the infection control link or infection control practitioner of that facility. Now, the blood, the exposures are to the blood and body fluids by needle stick injury or by other means, exposure to the mucus membrane or the broken skin, exposure to communicable diseases, and immediately on exposure, wash the area of skin with soap and water, or in case of mucous membrane, flush with plain water for 3 to 5 minutes. It is very, very important before doing anything immediately on exposure. Then is the notification. After washing area of exposure, inform your the supervisor of the infection. This is for teaching to the staff that they should inform their supervisor, infection control, and fill out the available notification form and attend the employee health physician or clinic if available, or otherwise infection control coordinator or IC-Link or infection control practitioner of the facility. This is part of the education and training of the newly joined staff, or periodic training by the occupational health staff, if available, or the infection control practitioner to educate the staff about these occupational exposures and how to do when occupational exposures occur. And I think it is one part of the BICSL, basic infection control license course also.
Now, the what is source and what is exposed? Source is that patient or person from to whom, from whom, exposure to whom the healthcare worker is at risk of contracting the infectious disease. And the exposed is the employee or staff who has been exposed or to this infectious patient. Now, the needle stick injury. Immediately on exposure, wash the area of skin with soap and water, or in case of mucous membrane, flush with plain water for 3 to 5 minutes. And then again, the same after washing the area, then inform your supervisor, notification form, and then employee health clinic, or if no clinic, then go to the infection control coordinator, or IC link, infection control link, or infection control practitioner of the facility. Now, the screening of the post-exposure screening. The source, the status of the source, patient or person is sought from the patient file, and if it is not known, it is determined by performing serology of the patient for hepatitis B, hepatitis C, and HIV. And the exposed staff employees tested for hepatitis B surface antigen and the surface antibody titer, hepatitis B core antibody and HIV antibody. If source patient is hepatitis B negative, no action is required, but it is an opportunity to determine the hepatitis B immune status of the employee or the exposed and immunization if required. So the still exposed person is to be tested. If source patient is hepatitis B positive, then if the exposed staff has completed vaccination and hepatitis B surface antibody titer is above cutoff point, then no action is required except reassurance and education about the prevention of exposure. Here, one is that the tetanus toxoid booster dose can be given on these all needle stick injury exposures because of association with the healthcare facility where might be having this the Clostridium tetani bacteria may be present. So it is a practice to give tetanus toxoid also booster dose with each exposure. If the exposed staff is hepatitis B surface antibody titer is below cutoff point then and is not a known responder, then hepatitis B hyperimmune globulin preferably within 24 hours. Even if he is a non-responder, then hepatitis B immune globulin is to be given. That will be 2 doses for those who are non-responders. But in case of responders, and their hepatitis B antibody titer below cutoff point, they will receive 1 dose of hepatitis B immunoglobulin, preferably within 24 hours at the dose of 0.06 ml per kg body weight, and that is maximum 5 ml intramuscular stat. And hepatitis B vaccine series is initiated by giving first dose simultaneously at other site immediately or within maximum 7 days of the hyperimmune globulin or the exposure of the exposure, occupational exposure. If exposed staff has incomplete vaccination, already started vaccination but is not complete, give hepatitis B immunoglobulin stat dose and complete the series as scheduled. Non-responders, if the staff was vaccinated and non-responder, give 2 doses of hepatitis B immunoglobulin, first at exposure and second 1 month later. It's important that all the known responders, they should be given 2 doses of hepatitis B immunoglobulin 1 month apart. Because there is no use to give vaccination, they are already non-responders. If the source is unknown and exposure is high risk, treat as if source is positive. If the source is unknown and exposure is low risk, give hepatitis B vaccine series if not already vaccinated. If exposed staff is tested for hepatitis B virus at exposure, then it has to be repeated at 6 months also for hepatitis B surface antigen and hepatitis B surface antibody titer to determine that the person is out of the risk of hepatitis B. Post-exposure and follow-up hepatitis B virus testing can be done according to the hospital policy. Also, if you have a special policy about it, it can be followed.
hepatitis C post-exposure management. If source patient is hepatitis C negative, no action is required. If source is hepatitis C positive, then the employee is tested for hepatitis B core antibody, hepatitis C virus RNA, and alanine transferase at exposure, and hepatitis C, B, RNA at 4 to 6 weeks, at 3 months, and at 3 months, and hepatitis C virus antibody, hepatitis C virus RNA, and ALT, alanine transferase at 6 months. If at 6 months, the exposed employee is hepatitis C negative, no further action or testing required. Currently, no hepatitis C virus prophylaxis, post-exposure prophylaxis is recommended. Post-exposure and follow-up of hepatitis C testing can be done according to the hospital policy if you have a special policy for it. Post-exposure HIV testing, if the source patient is HIV negative, no action is required. If source is hepatitis B HIV positive, the exposed staff receives counseling and is referred to specialized center for post-exposure risk assessment and HIV prophylaxis or management. Post-exposure and follow-up of HIV testing shall be done at exposure 6 weeks, 12 weeks, and 6 months, or according to the hospital policy if you have a special policy. And it is regardless of whether the person has received post-exposure prophylaxis. If the source patient is unknown, no action is required for HIV. Now, to other than the blood-borne pathogens, other exposure, blood or body fluid, unprotected exposure to skin. If protected exposure, no action is required. If unprotected exposure to intact skin, wash area with soap and water for 5 minutes, and routinely screen for the, it is an opportunity for the staff to be screened. If unprotected exposure to non-intact skin, wound, dermatitis, cut, abrasions, or mucous membrane, wash area with copious amount of water for 5 minutes and follow the same as for needle stick injury. Because now, because the skin is breach, there is a breach in the skin, or the mucous membrane, there is a high absorption from the mucous membrane, then you have to follow the as I have been described before. Percutaneous, if source is hepatitis B, C, HCV, HIV positive, during the required follow-up period, the exposed staff shall refrain from donating blood, plasma, or tissue till declared, till advised free, or exposed pregnant or nursing mothers are advised not to breastfeed their babies, and caution and preventive measures are taken by both partners during their matrimonial obligatory activity also. Now, the work restriction for healthcare workers is also the duty of the occupational health. The infected with or exposed employee to a communicable disease restricted from work to prevent the spread of disease to others in the health facility. The work restriction applies during infectious period of the concerned disease. The infectious period is the time during which disease can be transmitted from the infected person to others. For example, discharge of mycorrhizae from body, which varies from disease to disease, it usually spans from just before end of incubation period through to end of symptom. There is a, I just give you example, it is not possible to cover. You can consult the GCC manual, and there is a long list of the diseases and their possible infectious periods, and it should be downloaded and it should be kept with you. For example, like measles, if it is active measles disease, exclude from duty until 4 days after the rash appears. A post-exposure, if the exposure has occurred, exclude from duty from 5th day of after first exposure through the 21st day after the last exposure, or until 4 days after the rash has appeared. Like rubella, active, if it is active disease, exclude from duty until 7 days after the rash appears. They are trusted. Post-exposure susceptible person, exclude from duty from the 7th day after the first exposure through 23rd day after last exposure, or until 7 days after rash appears. Mumps, active until 5 days after onset of peritonitis. Post-exposure, it exclude duty from 12th day after first exposure through 25th day after last exposure, or 5 days after the onset of peritonitis. Meningococcal meningitis, exclude from duty until 24 hours after the start of antibiotic therapy.
to some common diseases, well, briefly, it is not possible to include all in this small time because the employee health program is full one day program to touch most common. So we are trying to touch most common ones as quickly as we can. Now the varicella or chickenpox or shingles, the incubation period is 4 to 16 days, and it can be up to 28 days after receiving varicella zoster immunoglobulin. What is the exposure criteria? Household contact, face-to-face, more than 5 minutes with patient without wearing surgical mask, or direct contact with vesicular fluid without gloves. Shingles, direct contact with vesicular fluid without gloves. Export healthcare is susceptible unless had varicella or had varicella zoster vaccination, either developed the disease or had vaccination, or is varicella zoster IgG tested positive. Work restriction, exclude from duty on day 8 after first exposure through 21st day of last exposure. Infected healthcare worker exclude till all lesions are crusted. Prophylaxis, consider giving of varicella zoster immunoglobulin to non-immune, immunocompromised or pregnant women within 96 hours of exposure. Now the measles exposure, you know, the incubation period to 12 days, range can be 1 to 3 weeks. Exposure criteria, presence, if presence in a room with the patient without N95 mask or within 1 hour or of patient departure, that you are without, my patient has departed, but within 1 hour you go into the room without mask. Contact without wearing gloves with the oral or nasal secretions or items contaminated with these secretions from the infected person. Assessment, healthcare worker is susceptible unless born before 1957 or measles immunoglobulin G positive or tested positive or has documented 2 doses of measles vaccine or MMR. For star who have not received 2 doses, start or complete 2 doses. Exposed the restriction from day 5 to day 21 for a single exposure, or day 5 of first exposure through day 21 of last exposure. The healthcare worker either not work or have no direct patient contact or work with immune persons away from patient care area. Infected by the healthcare worker excluded but return to work, can return to work 4 days after developing the rash. Then he will be non-infectious. Prophylaxis, susceptible healthcare workers given vaccine within 3 days or immunoglobulin within 6 days of exposure. The administration of vaccine or immunoglobulin after exposure do not change work restrictions. Rubella exposure, incubation period 16 to 18 days, range 2 to 3 weeks. Exposure criteria, contact within 3 feet of an infected person without wearing a surgical mask, because it is droplet infection. Contact with nasopharyngeal secretions or infected persons or items contaminated with them without wearing gloves, or contact with nasopharyngeal secretions or urine of an infant infected with congenital rubella without wearing gloves. Assessment, a healthcare worker is susceptible unless born before 1957 or is rubella immunoglobulin tested positive or has 1 documented dose of rubella vaccine, and for staff not receive 2 doses of rubella vaccine, initiate or complete vaccine doses. Work restriction, exposed from day 7 after first exposure through the last exposure on 23rd day, the staff must not work or must not have direct patient contact or must only work with immune persons away from patient care area. Prophylaxis, none. There is no prophylaxis for rubella because rubella vaccine and immunoglobulin both do not prevent rubella infection after exposure. Now, tuberculosis exposure among healthcare workers is very important, and it is very common. Close contact, a person who has close, regular, prolonged contact with the mycobacterium tuberculosis patient who is infectious without N95 wearing mask or proper PPE, especially in a small, poorly ventilated room. All exposed must report to employee health clinic or surveillance clinic, if there is surveillance clinic or chest clinic. If any suggested symptoms of TB infection, that is cough more than 3 weeks, weight loss, night sweats, hemoptysis, anorexia, or fever,
or if there is exposure to smear positive patient who is open case of pulmonary tuberculosis. If infectious mycobacterium tuberculosis patient is a patient with open pulmonary or laryngeal mycobacterium tuberculosis, that is sputum AFB positive, or with an open draining extrapulmonary TB like osteomyelitis or tuberculosis orchitis, tuberculosis osteomyelitis with multiple sinuses, or the lymph nodes which have jab wounds discharging sinuses or have discharging sinuses. Now, contact tracing of exposed healthcare workers to an infected mycobacterium tuberculosis patient. All close contacts, close, regular, prolonged contact, as we have defined before, they should be immediately evaluated for active mycobacterium tuberculosis or latent tuberculosis infection. Micro lab inform infection control department of any positive smear of mycobacterium tuberculosis disease so that the contacts of it can be traced among the healthcare workers or others present in infection control department is responsible for to identify a list of exposed healthcare workers within their with their MR numbers and referral to employee health clinic or surveillance clinic. If not is there, then the infection control link or infection control coordinator, he is the one to responsible to follow the cases along with the help of the physician. ESC physician assess all contacts clinically for active mycobacterium tuberculosis disease, or the pulmonologist or the any physician. Exposed employee with no active mycobacterium tuberculosis will be tested by tuberculosis skin test or IGRA test if available to rule out the latent tuberculosis infection. Those with positive TST or IGRA shall start latent tuberculosis bacterial infection prophylaxis. If the test or IGRA test is negative initially, it must be retested after 8 to 10 weeks, because the conversion to positivity may take some time. It takes time, and the bacteria takes 2 weeks to establish themselves in the once it goes into the lungs. So this is what I hope I am in time. And this is the time for question later, or if there is any question, I am ready to answer. Thank you, Dr. Mohammed Nassim, for your presentation. It's more excellent. If you have anyone have questions, did not have any questions, doctor. Okay, thank you very much. And thank you very much. All the best to all of them. And I'm thankful to Ms. Ashfaq for providing me this opportunity. And I hope that I have conveyed the most important ones which are in the which can be encountered in the primary health care. So the topic is very long, but I have touched the most important topics which they should practice. Thank you, doctor. Thank you very much. Thank you very much. The fourth session is sterilization surface unit, SSU, in BHC. Present by Ms. Amal Mdani. She has a bachelor in microbiology, Prince Noura bint Abd Rahman University, and high diploma in center sterile surface from Saudi Commission from Health Center, internship at King Faisal Specialist Hospital and Search Center. Member of medical sterilization program GDIBC, MOH, and specialist medical sterilization. Welcome, Amal. Tafaddali, Amal.
السلام عليكم، صوتي واضح؟ واضح أستاذة أول، تفضل. تمام، يعطيكم العافية. معكم أمل مديني، عضو في برنامج التعقيم الطبي بديوان الوزارة. إن شاء الله اليوم راح نتكلم عن الاستيرايزيشن سيرفيس يونت، اللي هي اختصارها SSU in primary healthcare. طبعا للتوضيح، هي اختصار ل، يعني احنا ليش سميناها SSU؟ SSU هذه هي وحدة التعقيم في PHC، في المراكز الرعاية الأولية. في المستشفيات راح نسميها CSSD، Sterilization Service Central Sterilization Service Department. So that's why we short the name of the sterilization. It becomes CSSU in primary healthcare. عشان كذا حنا اختصرناها هذا للتوضيح. طيب عندنا حنا العرض واضح؟ تمام. واضح واضح استاذ. عندنا four major topic we will talk about it. أربع عناوين أساسية رح نتكلم عنها في هذه المحاضرة. بداية رح نتكلم عن infection control اللي في SSU. رح نتكلم عن sterilization service unit SSU design حقها، كيف يكون شكلها داخل primary health care أو السنتر نفسه، transportation and dirty area في الوحدة، إحنا راح نسميها وحدة التعقيم، SSU يعني وحدة التعقيم. طيب clean area and storage room. راح نبدأ أول شيء في infection control. طبعاً الزملاء ما قصروا، شرحوا كثير عن infection control. أنا راح يعني أمر عليها لأنها جدا مهمة، مو بس نطبقها في العيادات، أيضا نطبقها في عندنا في وحدة التعقيم أو في قسم التعقيم عندنا في المستشفى، لذلك هي جدا مهمة. طيب حنا كل شيء عندنا له هدف، فما هو الهدف من وجود وحدة التعقيم داخل المنشأة الصحية بشكل عام؟ الهدف إنه حنا نأمن أدوات سليمة للاستخدام على المريض. Provide safe instrument to use on patient. هذا الهدف من وجود التعقيم داخل المنشأة الصحية. فحنا عندنا لازم يكون الممارس الصحي على دراية بكيفية تطبيق الستاندرد بريكوشن أو الاحتياطات الاحترازية اللي لازم يطبقها، وأيضا لازم يطبق البراكتس الصحيح حتى to provide safe instrument for patient، ليعطينا أو ينتج لنا هذا القسم أدوات سليمة للاستعمال على المريض. طيب كيف؟ by following correct practice. تمام. طبعا أول شيء كثير تعمقوا الزملاء في هذه المواضيع، أنا راح أمر عليها مرور وأعطيكم بعض التبس يعني في وحدة التعقيم نفسها إيش نسوي. طبعا هنا عندنا الهاند هايوجين، هي طبعا خطوة مهمة لكسر اللي هو chain of infection، عشان كذا احنا لازم نطبقها قبل بداية البروسيجر أو عملية التعقيم. between the procedure بين العملية وعند النهاية، عند نهاية البروسيجر. عندنا type of hand hygiene، عندنا الهاند wash يكون بالماء والصابون، وعندنا الهاند rub يكون بن اللي هو الكحول. طيب بالنسبة أنا راح أتكلم عن الهاند ووش ستيشن. الهاند ووش ستيشن أو السينك لازم يكون موجود عندنا في قسم التعقيم بالنسبة للديكونتامينيشن أريا، أو خلينا حتى نسمي بما أنه حنا صغرنا اسم السي اس اس دي في المستشفى إلى وحدة تعقيم أو SSU في اللي هو المركز الصحي، راح نسمي الديكونتامينيشن أريا، هي decontamination area مسمى خاص في المستشفى، راح نسمي dirty area في المركز الصحي. فحنا في المركز الصحي راح نسمي المنطقة الملوثة dirty area والمنطقة النظيفة clean area. فعندنا حنا المنطقة الملوثة يكون فيها sink عادي يكون جوا، أو يكون عند مدخل نفسها المنطقة اللي هو المنطقة أو منطقة إزالة التلوث.
تمام. بالنسبة لوجود السنك في منطقة نظيفة داخل المنطقة النظيفة هذا شيء غير مقبول، لازم ما يكون في عندنا سنك داخل المنطقة النظيفة، لأنه وجود السنك ممكن أنه يسبب تنافر للماء أو يعني سبلاش نفسه حق الموية، وممكن أنه يأثر لي على الأدوات المعقمة، عشان كذا ما يصلح أن يكون في سنك داخل المنطقة الملوثة. طبعا لازم يكون عندنا السانيتايزر ديسبنسرز اللي هو الجل الكحولي اللي هو اللي موجود في يكون في كل مكان اساس يطبق الهاند هايجين. طيب بالنسبه للهاند هاند واش لازم احنا نطبقه بطريقه صحيحه. طيب الهاند واش مومنتس في وحده التعقيم عندنا قبل ما تدخل المنطقه قبل وبعد ما تدخل المنطقة الملوثة أو منطقة إزالة التلوث، لازم تغسل يدينك أو تسوي تطهير اليدين قبل وبعد استخدام الـ personal protective equipment أو ما تسمى بملابس الوقاية. في أي وقت كانت يعني توسخت اليدين بأي طريقة كانت، صارت contaminated أو نشق الجلوفز بطريقة ما أثناء مثلاً المانيوال كلينينج، نشيلها نطبق الهاند هايجين ونرجع نغير اللفظ. أيضاً زي ما قلنا بعد استحمال طبعاً التواليت، بعد مثلاً دخلنا اللونج يعني أكلنا وشربنا لازم نطبق الهاند هايجين. وأيضاً قبل ما ندخل اللي هي الكلين أريا نطبق الهاند هايجين. فهذه عندنا المومنت. بالنسبة للهاند راب اللي هو الجل الكحولي، مكوناته 70 إلى 80% ايزوبروبانيل بروبانول اللي هو المطهر نفسه، 1% جلسترين، وأقل من 1% راح يكون فيتامين يعني إيه لترطيب اليد نفسها. يعني في عندنا نوعين من الجل، ممكن إنه يتعلق عندي على الجدار وممكن إنه ينحط على التيبل، لازم يكون متوفر بأي طريقة كانت، وإنه لازم يكون عندي near the work area يعني جنب مناطق العمل يكون عندي اللي هو الجل نفسه أساس إني أطبق الهاند هايجين باستمرار. طيب بالنسبة للهاند مومنتس الهاند راب مومنتس، أنا لما أسوي inspection للأدوات نفسها after inspection راح أسوي هاند راب before unloading or loading the package and set in the sterilizer. يعني أنا لما أستخدم السترلايزر نفسها المعقمة نفسها قبل ما أحط الأدوات، ولما أشيل الأدوات أستخدم اللي هو أو أطبق الهاند راب. طبعاً بعد توزيع الأدوات أسوي الهاند راب، إذا لمست العين لمست الفم أيضاً أطبق الهاند راب، إذا لبست الماسك أو إذا لمست اللي هي الـ frequent touch area يعني اللي هي المناطق اللي تلمس بكثرة مثل مثلاً مقابض الأبواب مثل نفسها التيبل أي شيء أو التليفون، يعني أي شيء أنا أستعمله أو يمسك بكثرة أطبق الهاند راب في هذه الحالة. تمام. طبعاً أيضاً هي طريقة الكف اتيكيت لازم نطبقها بطريقة صحيحة زي ما هو موجود في الصورة، يعني أساس نمنع اللي هو أني سبريد أو دروبلت محملة بالأورجانيزم تكون يعني ممرضة وما إلى ذلك. طيب بالنسبة للبرسونال بروتكتيف إكويبمنت، طبعا لازم حنا نكون على دراية إيش هي personal protective equipment؟ يا أكيد الملابس الوقائية زي ما شرح قبل، لازم إحنا نطبقها في أيضاً في وحدة التعقيم، كيف نستعملها، لازم نعرف كيف نستعملها، وين نستعملها، وكيف how to put it and remove it. okay. Staff must understand the importance of wearing the proper PPE in each area. طيب في كل منطقة راح يكون عندي personal protective equipment خاصة فيها. بالنسبة للديرتي اريا راح يكون full PPEs، full بس كاملة، هذا شيء مرة يعني تعرف عليه.
بالنسبة للمنطقة النظيفة رح نستخدم الهيد كفر يعني عشان إننا نغطي الشعر وما إلى ذلك عشان ما يكون في فل أو يطيح الشعر، ولازم يكون لبس نظيف سكراب ويعني يكون لبس مخصص ونظيف، وأيضا ديتكتد شوز اللي هو شوز خاص ويكون خاص أساسا زي الكروكس كذا للمنطقة النظيفة والمنطقة الملوثة. طيب هذه بالنسبة للبي بي إيز، طبعا أنتوا أخذتوها بشكل مفصل يعني هذه الجلوفز والجاون الفيس ماسك الجاجلز الفيس شيلد، طبعا السيكونس للدونينج والدوفينج برضو مهم إني أنا أطبق الستاندرد بريكوشن بطريقة صحيحة، أطبق الهاند هايجين، أطبق البي بي إيز لبس البي بي إيز بطريقة صحيحة. طيب زي ما تكلمنا لازم يكون عندي أنا هو السيرجيكال أتار ديتكتد شوز بالهيد كفر قبل ما أدخل لوحدة التعقيم نفسها. طبعا ما هو مسموح إني أنا ألبس أي جولري أو واتشز، هذه كلها مجمع لل جينيك يعني، فلازم اني انا اشيل اي اكسسوارز او اشياء على يديني لما ادخل هذه المنطقه. طيب بالنسبه طبعا مهم جدا ايضا داخل وحده التعقيم اني انا اطبق الانفايرومنتال هايجين. اوكي وفي نقطه مهمه انه انا لازم استعمل الديسانفكتد والديترجنت المعتمده من الام او اتش، وايضا في اثناء عمليه اني انا قاعده مثلا اسوي مانوال كليننج او قاعده اسوي انسبكشن للادوات او قاعده اسوي باكجينج احطها في الباوتش ولا اسوي رابينج او وات ايفر، يعني هذه المده غير مسموح فيها ان يطبق عندي تنظيف الارضيات او ما الى ذلك. متى يطبق عندي التنظيف؟ بعد ما أخلص البروسيجر حقتي، لأنه ممكن الدست أو الغبار أثناء عملية التنظيف يجي على الأدوات اللي أنا قاعدة أعمل لها تغليف أو فحص، وممكن ترجع تتلوث لي مرة ثانية. تمام؟ هاي عندي نقاط للإنفيرومنتال كلينينج داخل وحدة التعقيم راح أختصر لها لكم. عندي أول شيء الأرضيات، بالنسبة لمسح الأرضيات عندي في الديرسي أريا زي ما احنا خلاص اتفقنا نسميها ديرسي أريا. في الديرسي أريا بعد كل بروسيجر خلاص أو بعد كل بروسيس اللي هي مثلا أنا جتني ترولي فيها كذا أدوات، خلاص أنا أخلص هذه الأدوات بعدين أعمل موب للفلور نفسه، أعمل مسح للفلور. بالنسبة للمنطقة النظيفة بعد كل شفت يخلص الشفت أنا أسوي مسح للأرضية. بالنسبة للهاي تاتش سيرفيس برضو لازم ريجولري أو يعني بشكل مستمر تمسح عندي اللي زي ما قلنا هي التليفونات مقابض الأبواب وما إلى ذلك. بعد كل شفت لازم أنا أمسحها. لما أبي أخذت أدواتي أبي أسوي لها فحص أمسح الستيشن عندي قبل ما أبدأ. لما مثلا أنا في الديرتي أريا استلمت الأدوات أمسح عندي السينك. فهذه التطبيق الانفيرومنتال هايجين جدا مهم في وحدة التعقيم. طبعا لازم يكون في أيضا اللي هو ريجولار سكيدجول لفحص لتنظيف الكابينت الراكس الوالز اللايس فيكسر الاير فنت السيلينج الجدر كل مكان، هذه لازم يكون عندنا ريجولار سكيدجول. اوكي طبعا بالنسبة للموبس والباسكت اللي هي تستخدم في الديرتي اريا مختلفة عن اللي تستخدم في الكلين اريا، فلازم يكون فاسيليتيت لهذه، ما يصلح اكيد ما يصلح نستخدمها نفسها في كلا المنطقتين، لازم احنا نكون حريصين على عملية فصلها. تمام طبعا زي ما مكتوب هنا proper storage for the cleaning equipment after used must be kept clean and dry اكيد. وأكيد أي cleaning activity should be documented، أي شيء عندنا في وحدة التعقيم أو أصلاً خارج وحدة التعقيم لازم يكون documented، أي شيء داخل المنشآت الصحية لازم يكون documented
على اساس انه احنا نحفظ حقنا، فاحنا طبقنا هذا الشيء، احنا سوينا هذا الشيء تمام. ولازم ان عندنا وحده التعقيم تكون خاليه من الدست، الغبار، خاليه من الانسكتس اللي هي الحشرات وما الى ذلك. طبعا زي ما اخذتوا قبل انه لازم طريقه اصلا التنظيف تكون من كلين اريا للديرتي اريا، from high area to low area and from last to most contaminated area، من المنطقه اللي هي العاليه للمنطقه المنخفضه وما الى ذلك. طيب بالنسبه للشارب انجري، اكيد لما يكون عندنا اللي هو العامل في وحده التعقيم لازم يكون اصلا fully immunized خلاص according to occupational health regulations، لازم يكون مطعم بالتطعيمات الكاملة المطلوبة تمام. في حال صار في sharp injury أو جرح أثناء مثلا والله أنا قد أسوي manual cleaning وكان في أداة شوية التب، يعني مثلا أدوات الدنتل أحيانا تجي التب حقها شوية حاد فممكن تجرحني، في هذه الحالة أنا إيش أسوي؟ طبعا لازم ننظف الجرح تحت رينك واتر، لازم ما نضغط على الجرح نفسه، نخليه خلاص بأريحية ما نضغط عليه. بعدين أكيد ندف اللي هو مكان الجرح نفسه وأبلغ أنا السوبرفايزر عندي، وأكيد أسوي ريبورت لهذا الشيء على أساس إنه يصير في متابعة لي، المتابعة المطلوبة. بالنسبة للكيميكال and biohazard and biological hazard، هي غالباً أكثر شيء راح تكون عندنا في المستشفيات، لأن المستشفيات داخل وحدات التعقيم يستخدمون مثلاً اللي هو الأورثوفورمالدهايد، المطهرات الكيميائية هذه حارقة تعتبر، فلازم يعني يعرفون كيف طريقة استعمال. برضو في عندنا في الرعاية في المراكز أيضاً لازم يكون عندنا معرفة بهذا الشيء، بس أكثر شيء تكون عندنا في المستشفيات. البيولوجيكال برضو نفس الشيء، ممكن أن تحصل مثلاً زي البلد والسكريشن اللي هي سوائل الجسم وما إلى ذلك، فأنا لازم أكون على دراية ويكون عندي السيفتي داتا شيت. السيفتي داتا شيت هذه لازم تكون موجودة في كل قسم تعقيم في مستشفى أو وحدة تعقيم في مركز صحي، لذلك أنا لازم أطلع عليها تكون موجودة عندي. طيب إيش السيفتي داتا شيت؟ السيفتي داتا شيت هي عبارة عن مغلف أو يعني زي كتاب كذا، يكون عندي كيف أنا إيش الأدوات الكيميائية اللي عندي داخل الوحدة وكيف أنا أقدر أتعامل معها. والله أنا عندي المادة الفلانية هي تحرك، يعني يعطوني تعليمات هي إيش تسوي، ترى هي خطرة، كيف أتعامل معها إذا صار لها سبل أو إذا يعني انسكبت على الأرض، ويعني بهذه التفاصيل. طيب if the blood contact with eyes، طبعا احنا عندنا لازم يكون في عندنا eye wash station داخل اللي هو الديرتي اريا، في حال كان في سبلاش على العيون من اي سائل كان لازم ان يكون تكون متوفره عندي على اساس اني اغسل العيون بسرعه، يعني ب 30 مدتها راح تكون 30 ثانية. طيب إذا ما في راح يكون في عندنا الإمرجنسي بطل اللي هو برضو يعني تحل محل الآي واش ستيشن. طيب نفس الشيء إذا كان مثلا بالخطأ صار في سبريد لأني فلويد داخل الفم وما إلى ذلك، لازم حنا نغسله بالموية several time، كم مرة وراء بعض. يعني هذه أغلب الأشياء اللي إحنا لازم نطبقها في يعني في اتباع يعني إحنا كيف نحرص على السيفتي حقتنا، على صحتنا إحنا، فهذه أشياء إحنا لازم نعرفها عشان هذا الشيء، عشان إحنا برضو نحافظ على سلامتنا. طيب بالنسبة للويست مانجمنت أيضا زميلتي ما قصرت، شرحت كثير عن الويست مانجمنت، بس احنا داخل وحدة التعقيم يهمنا أن يكون عندنا البلاك باك، هذه البلاك باك للأول ماتيريال خلاص، يعني مثلا داخل المنطقة الملوثة عندي البي بي إيز. طيب
خلصت أنا منها أشيل كل البي بي إيز وأرميها في البلاك باك. عندي أي شيء كان استخدمته داخل الديرتي أريا أحطه في البلاك باك. طب إيش أحط في اليالو باك؟ أحط في اليالو باك هي البيولوجيكال إنديكيتر طيب، أو السنجل يوز آيتمز. في بعض السنجل يوز آيتمز اللي تجي بالغلط طبعاً، لأنه ما يصلح يجينا إحنا في وحدة التعقيم سنجل يوز آيتم، فإحنا نرميها في اليالو باك. وأيضاً أي شارب آيتم راح تكون في الشارب كونتينر، ونحرص إنه حنا يكون في سيجريكيتد يعني فصل للويست، ما نخربطها مع بعض، نكون حنا جدا حريصين على هذا النقطة. طيب خلصنا حنا الحين من الانفكشن كنترول في داخل وحدة التعقيم. الحين حنا راح نتكلم على الديزاين. إيش هو يا أمل ديزاين الـ SSU أو Sterilization Service Unit في المراكز في المراكز الصحية؟ بكل بساطة هنا خلاص هنا راح نتفق إنه هذه راح تكون عندي اللي هي ال dirty area، تمام؟ هنا عندي أنا ال clean area. بعض المراكز الصحية عندهم storage للأدوات المعقمة، تمام؟ فأنا عندي هنا اللي هي الديرتي اريا راح يكون فيها هاند واش سينك، زي ما قلنا راح يكون فيها عندنا دبل سينك خلاص فور واشينج او فور مانوال كليننج، احنا نسميه مانوال كليننج. طيب وفي عندنا ويندو راح تكون بتوين ذس اريا، تمام؟ عشان انا لما اسوي المانوال كليننج خلاص اسلمها دايركت ل المنطقه اللي هي النظيفه الكلين اريا، على اساس يصير لها انسبكشن بعدين packaging inspection فحص packaging تغليف، تمام؟ بعد كذا راح يصير لها dispatch توزيع على الكلينيك أو العيادات، وفي بعض المراكز زي ما قلنا راح يكون فيها storage area. طيب زي ما قلت إنه المنطقة لازم تكون مفصولة، عندنا ال dirty area وال clean area، عندنا الوولز اللي هي الجدران لازم تكون مصنوعة من مو بس الجدران اللي هي الدورز الفلور، all of them should be يعني made with cleanable material، cleanable أو يعني قابلة للتنظيف، هي مصممة لوحدة التعقيم، تمام؟ وقابلة للتنظيف، بحيث إني أنا لما أحط أي يعني منظفات اللي هي مخصصة للتنظيف أو أدوات أو مواد تتنظف عندي على طول، تمام؟ وعندي كمان نقطة إنه الويندوز أو النوافذ غير مسموح فيها في المناطق، وإذا كانت موجودة لازم حنا نغلقها تماماً، ما نفتحها نهائياً، تمام؟ لازم يكون عندي منطقة للريسيفينج والديسباتشينج، ريسيفينج اللي هي استقبال، ديسباتشينج اللي هي توزيع داخل الوحدة. وأيضا زي ما قلنا الجدر أرض اللي هو الأسقف اللي هي السيلينج الأسقف يكون ما فيها ديكوريشن، تكون مغلقة، يعني ما يكون فيها شيء ظاهر زي أسلاك وما إلى ذلك، لا لازم تكون مغلقة مخصصة لمنطقة، يعني إنه إحنا نتعب ونغلف وننظف وحالتنا حالة، وآخر شيء ممكن الجدران عندي مشقوقة ويقعد يطلع منها أشياء ويخرب لي الدنيا كلها، فأنا لازم أتأكد من كل هذه الأمور. طيب في عندي مصطلحين، طيب أنا راح أختصر لكم إياها. في عندي traffic control وفي عندي الورك فلو. طيب ايش الفرق بين الترافيك كنترول والورك فلو؟ الترافيك كنترول خاص بالعاملين، حنا الستاف اللي موجودين، يعني انا لما اقول انه العاملين لازم ما يجوا من المنطقه النظيفه للمنطقه الملوثه، ما يصلح انه بدون ما يغير البي بي اي، بدون ما يعمل هاند هايجين، تمام؟ هذا ترافيك كنترول، يعني انا قاعد اتكلم على الستاف نفسه. بينما الورك فلو خاص بالانسترومنت، يعني بالادوات نفسها، فالادوات نفسها ما يصلح ترجع من الكلين للديرتي اريا الا في حال كانت متفقه، تمام؟ اتفقنا الترافيك كنترول خاص بالستف، الورك فلو خاص بالانسترومنت. سو هذا الشيء لازم نلتزم فيه. يعني انا عندي هنا الصوره، تمام؟ هذه الصوره خاصه بالورك فلو، انا الحين قاعده اتكلم لك عن الانسترومنت، تمام؟ فهي تدخل اللي هي disinfection area منطقة ملوثة، بعد كذا تروح لي clean area
خلاص بعد كذا تروح لي للستورج اري تمام هذا اختصار للكلام الموجود فحنا لازم نعرف الفرق بين هذول المصطلحين طيب بالنسبة للانفيرومنتال كنترول اللي هي تكون موجودة في وحدة التعقيم زي ما قلنا احنا عندنا ديرتي اريا وكلين اريا الديرتي اريا راح تكون ابرد شوي من الكلين اريا اعتبارا ان احنا لابسين فول بي بي ايز وممكن يتحرر وكذا فعلى اساس كذا راح تكون درجة الحرارة من 18 ل 20 راح تكون نيجاتيف اير بريشر اللي هي هيوميديتي من 30 ل 60 بينما الكلين اريا راح تكون من 20 ل 23 positive pressure والهيوميديتي من 30 الى 60 طيب نجي للعنوان الرئيسي الثالث اللي هو transportation and dirty area طيب احنا تكلمنا الحين عن الانفكشن كنترول ستاندرد لازم ستاندرد بريكوشن لازم نتبعها تكلمنا عن الديزاين حق الوحده الحين نتكلم عن خلاص ابدي لنا احنا شلون نستلم الادوات مثلا شلون نبدا بتنظيفها فترانسبورتيشن انا ذكرتها هنا لانها يعني الكلمه تعني نقل الادوات من العياده الى الاس اس يو الى وحده التعقيم حتى تتم عمليه اعاده تعقيمها تمام أول شيء رح قبل طبعاً ما يتم عملية النقل عندنا حنا هنا point of use treatment point of use treatment أو ما يسمى بالبريك كلينينج يعني أنا بعد ما أخلص الإجراء الجراحي مباشرة لازم أنا أرش على الأدوات اللي هو الإنزيماتيك سبراي الخاص فيها على أساس إنه ما يتجلط عندي المواد إذا كان دم وما إلى ذلك فهي تسهل عملية التنظيف treatment أو البري كلينينج تسهل لي عملية التنظيف. بالإضافة إلى أن وهذا جدا مهم إنه point of use preparation do not replace the cleaning process يعني أنا لما أسوي بري كلينينج هذه ما تعمل لي يعني تعويض عن الكلينينج يعني خلاص أنا سويت لها بري كلينينج خلاص ما يحتاج أسوي لها كلينينج أو مانيوال كلينينج لا أنا أسوي هذا وأسوي هذا هي سلسلة إذا تخللت واحدة من النقاط اللي موجودة في السلسلة راح يخرب الشغل كله. فأنا أسوي بري كلينينج أسوي مانيوال كلينينج وأكمل عاد على اللي هو في حالة المستشفيات يسوون ديسنفكشن وستيرلايزيشن وأيضا يعتمد على حسب المانيفاكتشرر حق الانسترومنت اللي هي الدليل الإرشادي اللي يكون مع جاي مع الانسترومنت هي إيش تحتاج أساس تطلع لي أنا معقمة وإن السيف تو يوز أون بيشنت زي ما قلت طيب طبعا في نقطة مهمة إنه النو Reprocessing of instrument is carried inside the dental clinic. يعني أنا ما أعمل إعادة تعقيم للأدوات الجراحية داخل العيادة. هذا جدا ممنوع. لازم يكون في وحدة تعقيم خاصة في هذا الشيء. طيب بالنسبة للsingle use instrument, a disposable blade and body fluid must be disposed of and discarded at the point of use. إحنا قلنا single use والblade هذه ذات الاستخدام الواحد. إحنا الوحدة التعقيم. ما تستلم المفروض ما تستلمها ويتخلصون منها في الكلينيك او في العياده نفسها. طيب بالنسبه لطريقه النقل ترانسبورتيشن زي ما قلنا. طيب انا عندي هنا عشان اختصر عليكم وناخذ الاشياء المهمه فيها لازم انا انقل الادوات في نقاط معينه، اول شيء لازم تكون في كارت او في زي ما نسميها احنا closed tray on trolley with biohazard label يعني لازم تكون في صندوق مخصص مغلق على ترولي يعني ما اشيلها بيدي طيب هذه شيله اليد ممنوع لازم تكون في بوكس مغلق عليه علامه البايوهازارد على ترولي او في كارت زي ما احنا شايفين زي ما موجود في الصور يعني يا تكون كذا يا تكون كذا ما اشيلها باليد ما اشيلها وهي مفتوحه والله هنا مفتوحه ولا اشيلها كذا مفتوح يعني ما لها مكان مخصص لا لازم تكون في مكان آمن مغلق لازم يكون عليها علامة البايوهازارد طيب وبرضو يكون الأدوات اللي مستخدمة مخصصة لهذه الأشياء والأشياء أيضا المستخدمة تكون easy to clean, disinfect and dry to prevent spread of infection لازم تكون مخصصة زي ما كنا وتكون سهلة التنظيف وأيضا تكون محكمة الإغلاق تمام طيب
designated instrument should be transported on a rotational basis by direct routes far from public traffic. طبعا لازم حنا ناخذ بعين الاعتبار انها تكون بعيده عن الناس او public traffic, الناس الرايحه والجايه قد ما نقدر يعني. لازم تكون spill kit موجوده في حال صار في spillage من نفس البوكس اللي هو البايوهازارد بوكس او الكارت نفسها. في حال كان عندنا بس كارت واحدة أو بوكس واحد أو ما إلى ذلك, لازم نرجع نعيد نسوي له تنظيف وتطهير من جديد على أساس نرجع نستعمله ونتأكد من هذه الشغلة. ولازم close اللي هو الكارت لازم أو البوكس نفسه لازم يكون close at all time, ولازم يكون tagged أكيد بالبايوهازارد بالعربي وبالإنجليزي. طيب نيجي نتكلم على Spalding Classification. إيش يعني هذا الكلام؟ Spalding Classification هو تصنيف. هذا التصنيف يعتمد على Body Sites, يعني بمعنى أنه أنا كيف أتعامل مع الأداة اللي جاتني. طيب هي مستعملة على إيش؟ والله هي دخلت الجسم, ولا هي دخلت فقط الميوكس ممبرين اللي هي الأغشية المخاطية, ولا بس لمست المريض. يعني مو معقول أن أداة بس لمست جلد المريض كذا على الجلد وأروح أسوي لها تعقيم, لا. فإحنا عشان كذا عندنا شيء اسمه Spalding Classification. عندنا أول شيء يلمس اللي هو Non-Critical. طيب Non-Critical هذا زي مثلاً سماعة الطبيب, عندنا جهاز الضغط, هذا بس يلمس للسكن. هذا نكتفي باللي هو Low or Intermediate Level Disinfection. في عندنا سبراي خاصة هي تكون يعني خاصة, يعني ترش على نفس الأدوات ويمسح وخلاص, تمام. في عندها semi critical اللي هي الميوكس ممبرين, اللي هي تلمس الأغشية المخاطية زي المناظير اللي هي تدخل بالفم وما إلى ذلك, أو speculum. فهذه كلها تلمس الأغشية المخاطية, هذه يصير لها high level disinfection, يعني تروح تطهير عالي, يا أنها chemical أو thermal, وهذا شيء يعني قصة ثانية ما نبي نتعمق فيها, بس حنا يهمنا أنه نعرف هذا Spalding Classification إيش هو. بالنسبة لآخر شيء اللي هو معروف اللي هو critical, اللي هو يدخل مجرى الدم, اللي زي الأدوات اللي تستخدم في الجراحات, التشيو فورسب, الريتراكتر, وأيضا أدوات الدنتل, هذه كلها تدخل لي مجرى الدم, فلذلك أنا لازم أسوي لها تعقيم أو استيرلايزيشن. طيب نجي نتكلم الحين على الديرتي أريا إن SSU اللي هي وحدة التعقيم. أنا في الديرتي أريا إيش أسوي؟ أسوي receiving, استقبال, sorting اللي هو فك الأدوات أو فتحها. طيب طبعا لازم انا ابدا بهذه العمليه لما انا اسوي الهاند هايجين, ولما البس البي بي ايز حقتي, واي ادوات تحتاج فك او تحتاج فتح لازم انا افتحها. شوفوا بهذه الطريقه مثلا كذه كلها مفتوحه. اذا كان في سكشن لو مثلا تو بارتس او جزئين انا افكه, فعشان انا مجال للمنظفات وما إلى ذلك إنها تدخل داخل هذا الوقت. طيب المانيوال cleaning is defined as the removal of all visible and non-visible soil and any other foreign material from medical device. إنها هي عبارة تعريف عندي المانيوال cleaning أو التنظيف اليدوي هو إزالة جميع الأوساخ اللي نشوفها واللي ما نشوفها. ما تدرون قد إيش الكلينينج أو عملية التنظيف بالإنزيماتيك ديترجن والموية شيء يعني فظيع, يعني تزيل بنسبة كبيرة اللي هو البلاد, البون, التشيو. فلذلك هي خطوة جدا مهمة ما تتبدل, ولا نقول والله مندخلها الجهاز هذا كافي, لا. مثلا اللي عندهم في المستشفيات واشر ديسنفكتر يقولون ندخلها في الواشر خلاص, لا, لازم نعمل مانيوال كلينينج بعدين ندخلها الواشر, تمام. فهذه خطوه جدا اساسيه قبل الديسنفكشن وقبل الاستيرلايزيشن اللي هو ايش المانيوال كلينينج. كلينينج must be performed immediately once the instrument are received. اكيد انا ما ااخر الادوات, اول ما استلمها ابدا فيها على طول على اساس انا ما يصير في التصاق للبلاد ويتكون البايوفيلم اللي هو يكون صعب إزالته وما إلى ذلك. طيب طبعا أكيد هو الحين يتكلم عن إنه في هذا السلايد إنه إحنا اللي هي التتابعات اللي ممكن تحصل بعد يعني هذه النقطة
انه نحن لما ما نزيلها على طول ممكن انها تكون صعبه التنظيف، ولذلك احنا لازم ننظف على طول. اكيد الكلينيك سولوشن، الكلينيك سولوشن ايش معناها؟ معناها ووتر وانزيمات التيرج، هذا هو الكلينيك سولوشن. لازم احنا نغيره when it's visibly soiled، يعني اذا كان ظاهر لي انا اتساخ فيه اغيره. When performing manual cleaning, technician must أو staff نفسهم must involve fraction اللي هو الفراكشن اللي هو اللي هو التنظيف، إن نمسك البرش نفسها ونروح ونجي بنفس الأداة، تمام؟ أساس أي في أي اتساخ أو شيء ينزل معي، إذا كان عندي سكشن أو أشياء أنبوبية نسوي فيها فلاش، طيب وبرش برضو أساس نتأكد من خلوها من داخل يعني من الاتساخات. ايضا السيريشن اللي تكون موجوده في التيشو فورسب اللي هو الملاقط، الملاقط احيانا التب حقها يكون عندنا يعني تجاويف او منحنيات، فاحيانا يتجمع الوسخ داخلها، هذه نحتاج احنا برش اساس نزيلها ونتاكد انها ازيلت. وبرضه البوكس لوك، البوكس لوك اللي يجي اللي هو التقاطع بين يعني يكون عندنا مقص، تقاطع حق المقص نفسه من جوا يكون فيه يعني وسخ، فلازم احنا نتاكد من خلوه. طيب وبرضو عملية التنظيف لازم تكون تحت الموية على أساس ما يصير فيه سبلاش أو يصير فيه تطاير للرذاذ على الأعين أو الجسم نفسه يعني. طيب هنا عندي بعض الأدوات اللي تستخدم في المنطقة المتسخة، عندي cleaning tools and equipment، عندنا اللي هو السينك اللي هو الحوض، حوض التنظيف، عندي different size of brushes، عندي برشات مختلفة، عندي هذه بالمستشفيات اللي هي الاير غانز والووتر غانز اللي هي مسدس الهواء ومسدس الماء، اللي هي يكون مثلا الاير غان يكون للتجفيف، الووتر غان يكون للتنظيف. عندي ديترجنت انواع كثيرة، عندي الكالاين هو يستخدم في الواشر ديسنفكتر، عندي الانزيماتيك هي اللي تستخدم عندي في المانوال كليننج، نيوترلايزر اللي يكون متعادل، وعندي الراست ريموفر اللي هو اللي يشيل لي الصدى. عندي الديسنفكتنت برضو، هذه اكثر شيء في الالتراسونيك كلينر، الكارت واشر هذه في المستشفيات، الواشر ديسنفكتر برضو في المستشفيات، ويكون لها توابع يعني الواشر ديسنفكتر والكارت واشر كلها اكسسوارات، كلها راكس، كلها ترولي وما الى ذلك، هذه من الاشياء اللي تكون اكويبمنت موجوده داخل المنطقه الملوثه. كلينينج انديكيتر اللي هي التست اللي يختبر لي الواشر والاشياء هذه يعني الاجهزه اللي موجوده. كلينينج تريز، كلينينج تيبلز، انفايرومنتال مونيتورنج سيستم اللي هو اللي يقيس لي درجه الحراره، درجه اللي هي الرطوبه داخل القسم، تمام. بالنسبه لللوبريكيشن، اللوبريكيشن اللي هو التشحيم، التشحيم احيانا يستخدم في كثير من الادوات، خصوصا اللي يكون فيها موتور جوا او يكون فيها حركه سريعه جدا، تمام. فعندنا هنا في المراكز الصحيه يكون عندنا الهاند بيس، الهاند بيس يعمل له تشحيم. طبعا هنا مكتوب عندنا اللوبريكانت امبلمنتنج باي بليس ا فيو دروب of lubricant into the drive air hole of the handpiece. إن أنا أعمل قطرات صغيرة داخل اللي هي الهاندبيس نفسها، وبعد كذا يعني أتأكد إنها مرت على المجرى كله حق منطقة التشحيم، وبعد كذا أسوي لها إكساس أو إخراج لهذه المادة. وعندنا نوعين، يجي مانوال أو automated lubrication. آخر شيء راح نتكلم عنه في الديرتي أريا اللي هي الهاج والباس ثرو ويندو، هي اللي هو تكون عندنا نافذه تفصل المنطقه النظيفه، المنطقه اللي هي الملوثه عن المنطقه النظيفه اساس تسليم الأدوات. نجي للتوبيك الاخير اللي كلين اريا اند ستورج روم، اللي هي المنطقه النظيفه ومنطقه اللي هي في المستشفيات نسميها ستورج اريا، منطقه تخزين كبيره، احنا هنا صغرناها سميناها ستورج روم في حال كان وجودها او تخزن الادوات داخل العيادات يعني. طيب after cleaning and disinfection the reusable medical device اللي هي الانسترومنت او الادوات in the dirty area should be received، خلاص انا استلمها
من الـ dirty area. بعدين أسوي لها فحص. فحص عن إيش؟ للكليلس، للنظافة، للفانكشناليتي، لوظيفتها. هل هي تشتغل بطريقة صحيحة، فيها كسر، فيها خدش؟ أنا أتأكد من كل هذه الأشياء. والكمبليتنس، أنا أتأكد أنها عندي كاملة 100% الأدوات قبل ما أسلمها للعيادة. طيب، if the visible cylinder and instrument, the item should be clean in dirty area. أنا إذا وجدت أي أدوات متسخة، طيب، أو اكتشفت في أدوات متسخة عندي، أرجعها للdirty area. طبعا أنا لازم أحرص على عملية تجفيف الأدوات، حتى لأنه إذا كانت الأدوات عندي رطبة وفيها موية ممكن تسبب microbial growth، تنمو الميكروبات مرة ثانية، وممكن أنها تسبب لي سبوت، تسبب لي صدأ. فلذلك لازم أنا أتأكد من أني أنا أشفها 100%. وفي حال التنشيف أنا أتأكد من أني أستخدم lint free cloth، اللي هو اللي هي تكون بهذه الطريقة خالية أو غير وبرية، يعني اللي تجي اللي نفسها التاول تكون غير وبرية، تمام، أو نخليها لين تشنف بالهواء، تمام. طبعاً زي ما قلنا إحنا الإنسترومنت ينشيق على الكليلس، النظافة، والفانكشناليتي، وظيفتها. طيب each instrument should be inspected separately. أكيد أنا ما أقعد أجمع الأدوات فوق بعض أحطها وأطالع كذا وأقول خلاص كلها نظيفة، ولا لازم كل واحدة أشيلها على حدة، أشيك على البوكس جوينت زي هو مؤشر بالصورة عندكم هنا، أو البوكس لوك هنا، لأنه كثير هنا يتجمع عندي وسخ، تمام، الله يكرمكم، يعني فيتجمع عندي السويل بلاد المون وتبر، يعني فأنا لازم أشيك عليها. السيريشن اللي هو راح يكون عندي هنا السيريشن هذا، ويعني هذه كلها مناطق لازم أشيك على نظافتها. طيب في شيء عندنا اسمه alignment. alignment اللي هو تطابق الأداة، يعني هل هي تطابق بطريقة صحيحة ولا فيها انحناءات ولا ما تتسكر صح، يعني بشكل صحيح، هذا كله يأثر. فأنا إذا كان عندي أداة ما تطبق بشكل صحيح أو فيها مشكلة، ما أكمل وأبلغ يعني الشخص المسؤول عن هذا الشيء. في حال كان عندي وجود أدوات لها عدة multi part instrument، يعني لها كذا بارت، لازم أعرف كيف أركبها بطريقة صحيحة. طيب any damage incomplete or malfunctioning device should be reported immediately زي ما قلت. All screw on joint devices must be tight and have not become loose. إذا كان عندي أنا أدوات فيها مسامير، طيب، وكانت المسامير أو البراغي نفسها، سوري مو مسامير، براغي، البراغي مخلخلة نفسها، فلازم أتأكد أو أشد عليها أساس أتأكد أنها قابلة للاستعمال. يعني طبعا هنا لما نيجي نحط الأدوات داخل الباوتش نفسه لازم نتأكد أنها ما هي close 100%، يعني close in the first ratchet. هذا ratchet، هذا اسمه ratchet، اللي هو نسميه مثلا طقة طقتين ثلاثة، نحطه على أول طقة أساس يقدر الستيم يدخل داخل الأداة ويعمل لي عملية تعقيم. بالنسبة للباكجينج ماتيريال ستاندرد، الباكجينج ماتيريال المستعملة في المراكز الصحية عندنا البيل باوتش، البيل باوتش اللي راح يكون هذا الشكل، يعني هذا هو البيل باوتش عندنا. في المستشفيات راح يكون عندنا رابينج اللي هو اللف والتغليف، وعندنا الريجيد كونتينر اللي هي تكون صناديق فيها الأدوات بشكل كبير. يعني فحنا راح نتكلم حنا كمركز صحي على اللي هو البيل باوتش، تمام. البيل باوتش عندنا لازم يكون أكيد allow to sterilant to reach the contents، إنه يكون يسمح بدخول الاسترلنت أو الماد. استرلنت معناها المادة اللي هو البخار، البخار اللي يعقم لي الأدوات، هذا هو الاسترلنت. فلما نسمع كلمة استرلنت معناها هو البخار اللي يعقم لي الأدوات، تمام، إنه يسمح بمروره وتغلغله داخل الأدوات. The material must provide a good barrier to all type of microorganism. أكيد لما أنا أطلع الأدوات من معقمة حقتي أو الجهاز التعقيم، فنسميه بشكل صح جهاز التعقيم،
هذا هذه اللي هي البيل باوتش عندي او الكيس الكيس اللي هو التعقيم راح يعني يعمل لي بارير، راح يعمل لي حاجز بينه وبين المايكرو اورجانيزم، ما يسمح بدخول اي مايكرو اورجانيزم داخل الاداه نفسها. The back must be able to be opened with, without contamination. يعني يوفر الأسيبتيك تكنيك withstand normal handling, resistant to tear, puncture and prevent timber proof seal. أكيد هو يكون يتحمل اللي هو عندنا الهاندلينج الشيل والحط هو يعني ممكن في حال أحيانا لما نحط فيه أدوات ثقيلة ممكن أنه ينشل. إحنا نحرص على هذه النقطة أنه إحنا ما نحشر أدوات كثيرة داخل البارش، تمام؟ طبعاً إحنا لازم إن اللي هي لما تشوفون هذه الكلمة instruction for use اللي هو الدليل الإرشادي، دليل الإرشادي للاستخدام. أي شيء عندنا فيه دليل إرشادي، أي أداة أو أي مادة عندها فيها دليل إرشادي، فلذلك هي تعلمك كيف طريقة الاستخدام بالضبط. نحرص في حال إنه حنا لما نجي نغلق اللي هو البيل باوتش نفسه إنه ما يكون مجمع لي هواء، ما يكون بابلز، ما يكون مثلاً يعني فلودز هي العفطات نفسها، ما يكون لي أن أتأكد أنها أقفلها بشكل صحيح. ولازم أنا أترك بين الأداء وبين الحافة البيل باوتش نفسها مسافة ربع إنش، ربع إنش، ربع إنش، يعني التوتال راح يكون تقريبا 1 إنش، تمام؟ يعني أنا لازم يعني الزبدة من هذا الموضوع إنه أنا لازم ما أحشر الأدوات، ما أخليها تدخل بالقوة أو كذا، لا، لازم أخلي مسافة، تمام؟ زي ما هو مكتوب عندنا. Pouch shelf life is affected by the sterilization and storage condition and time. طبعا أكيد عندنا حنا البيل باوتش نفسها اللي نستعملها يكون في عندنا expired date لها، تمام؟ في عندنا تاريخ انتهاء لها، فحنا نتأكد من هذا الموضوع. Heat sealer should be safety tested manually by biomedical maintenance department. هذه عندنا اللي هي الheat sealer. أحيانا يكون عندي أنا سيلف سيلر، في عندنا سيلف سيلر وفي عندنا لا الهيت سيلر. السيلف سيلر اللي هي ان انا افتح هذه نفسها ستريب واسكر نفس التغليف، او اني انا استخدم اللي هي الهيت سيلر في اقفال التغليف، ولازم يتشيك عليها، تمام؟ بالنسبه للباكجينج ليبل، انا لازم اسوي دوكيومنتد للاشياء اللي انا اعملها، تمام؟ لو الاشياء اللي انا اعقد. So packaging should be labeled before sterilization by using label gun. هذا هو label gun. طيب. Package label should be visible and legible. أكيد لازم يكون أنا عندي واضح الكلام وظاهر. إيش الكلام اللي يكون مكتوب؟ مثلا أنا عندي اثنين يعني number one sterilizer number one sterilizer number two. جهاز تعقيم رقم واحد، جهاز تعقيم رقم اثنين. فأنا أكتب على أي جهاز تعقمت الأدوات وعلى أي لود. مثلا من بداية اليوم مثلا الساعة 9 الصباح أول لود بجهاز أول لود نمبر 1 بجهاز رقم 1، لود نمبر 2 بجهاز رقم 1، زي كذا. يعني أنا أحط على الليبل، يعني كل واحد كيف الطريقة اللي هو يشوفه مناسب، بس أهم شيء تكون الانفورميشن كاملة عندي. طيب، اللي هي رقم جهاز التعقيم المطلوب ورقم اللود من بداية اليوم، يحدد وقت مثلا من كذا لكذا، خلاص نبدأ اللود الأول الثاني الثالث وما لذلك. وأيضا أنا عندي sterilization log sheet راح أكتب فيها الأدوات اللي دخلت، عددها، مين اللي دخلها الانيشال حقه أو توقيعه، وأيضا راح أكتب رقم. ممكن أنا أخذ label من هنا وأحطه على نفس الشيت على أساس أني أنا أعرف مثلا واحد جهاز رقم 1، لود رقم 1، جهاز رقم 2، لود رقم 1، زي كذا يعني. طيب، انا لما اجي احط الادوات عندي اشياء لازم انا اعرفها او لازم انا اطبقها. اول شيء ensure there is sufficient room between item to allow the circulation of steam. طيب، انا لازم يكون عندي space بين الباكجز أساس أنا أسمح بدخول استرلنت زي ما قلنا أو البخار داخل الأدوات.
حلو. The pill pouch organization should be plastic side to paper side. لازم أنا أحط هذا البلاستيك سايد بعنا قدام البيبر سايد، يعني أرتبهم بهذا الشكل. في حال وجود أدوات مقعرة أو أدوات مجوفة راح أقلبها رأساً على عقب على أساس إنه ما تجمع لي الموية أو تسوي تكثف داخل الأداة نفسها. طيب بالنسبة للسايكل باراميترز اللي هي تطلع منها هنا، طيب visible monitor for the table sterilizer to determine whether the correct sterilization parameters were met. يعني عندنا sterilizer tables، هذه تسمى table sterilizer. طيب في عندي أنا شيء أشوفه بعيني إن هي والله صارت السايكل بطريقة صحيحة، الباراميترز اللي عندي أو اللي هي الباراميترز هي المعايير أو الأشياء اللي لازم should be met حتى نقول إنه عملية التعقيم دان بشكل صحيح. إيش عندنا حتى؟ أول شيء عندنا 3 باراميترز، اللي عندنا time، عندنا temperature، وعندنا pressure. طيب time، temperature، وpressure. أوكي بالنسبة للمتعارف عليه أو الدرجة الحرارة اللي معروفة اللي هي 134 سلسيوس، راح تكون عملية التعقيم نفسها، أنا ما أتكلم على عملية كاملة اللي هي الإكزوست وإنه يكون تحت الضغط الجوي وزي كذا، لا أنا أتكلم بس عن عملية التعقيم نفسها لأنها هي شوي عملية معقدة، تكون من 3 إلى 5 دقائق. ويكتب هنا، يكتب إنه عملية التعقيم كانت والله من 3 إلى 5 دقائق، يعني لازم تكون من 3 إلى 5 دقائق في درجة حرارة 134. بالنسبة للسنسيتيف إنسترومنت اللي هي الأدوات الحساسة، عندنا راح تكون درجة الحرارة 121 ومدة التعقيم نفسها من 15 إلى 20 دقيقة. طيب بعد طبعا ما خلص عملية التعقيم أنا أطلع على هذه اللي هي الانفورميشن اللي عندي أو الباراميترز زي ما سميناها وأتأكد من أنها صحيحة، وبعد ذلك أني أنا أسويها documentation أو أحفظ هذه الكوبي عندي، ولازم نحفظها لمدة سنة على حسب توصيات اللي هي الـ MOH أو الـ Ministry of Health. تمام. بالنسبة أيضا للي هو الـ pressure، عندنا يكون بنفس الجهاز يقيس لي برضو اللي هو الضغط، إذا كان في خلل رح يعطيني error أو alarm إنه في مشكلة في البيت. طيب بالنسبة للاختبارات اللي حنا نتبعها حتى يعني نطبق عملية التعقيم بشكل صحيح، أو how to monitor البروسيس حق عملية التعقيم، راح أختصرها لكم بطريقة واضحة. عندنا حنا أول شيء البودك تيست. طيب البودك تيست اللي هو هذا، هو البودك تيست إيش يسوي؟ هو air removal test. إيش يعني air removal test؟ أنا لما تبدأ عندي عملية التعقيم، ما تبدأ عندي عملية التعقيم إلا لما يخرج الهواء من خارج حجرة التعقيم، نسميها chamber أو حجرة التعقيم داخل sterilizer. طيب عشان يجي البخار ويعقم لي، ما راح يجي لي البخار إلا لما يروح الهواء تماما. طيب أنا كيف أعرف إنه الهواء راح؟ بهذا الاختبار. هذا الاختبار يقيس لي air removal test، كفاءة خروج الهواء من حجرة التعقيم، فرح يتغير اللون زي ما احنا شايفين إذا كان باس، وإذا كان في مشكلة لا رح يبقى شوي لون أصفر. تمام، هذه فكرة البودك تيست، وأكيد كل شيء رح يكون مسجل عندي، أنا لازم أسيفه لمدة سنة هذه النتيجة يعني، ولازم يطبق بشكل يومي عندنا، يعني يعني كل يوم نطبق اللي هو بودك تيست. عندنا البيولوجيكال انديكيتر، البيولوجيكال انديكيتر هذه يحوي على بكتيريا، هذه البكتيريا هيت ريزيستنت، يعني جدا يعني ما تموت بسرعه زي ما نقول، ما تموت بسرعه، فاذا ماتت داخل الجهاز التعقيم معناها انها مات كل شيء، لانها هي اصعب من اصعب البكتيريا اللي ممكن تموت، عشان كذا حطوها انديكيتر ان جهاز التعقيم يعمل بكفاءه عاليه، انه يموت لي كل المايكرو اورجانيزمز اللي ممكن تكون موجوده داخل الادوات يعني. وهذا يطبق ويكلي، واكيد لازم احنا نسوي دوكيومنت للنتيجه نفسها. طيب طبعا عندنا احنا الانكيوبيتر،
طيب الانكيوبيتر هذه اللي هي موجودة عندنا هنا راح يكون في عندنا الكنترول على اساس القراءة، يعني انا اقرا الكنترول راح يكون عندي هنا the BI test veil and the BI control veil should be from the same lot to ensure that the control will read the appropriate time. عندنا if the هو positive BI is indicate a recall process must be followed. الكنترول أنا هنا أحطه، بعدين أحط عندي بعد ما أدخل الاسترلايزر بعد ما يطلع من جهاز التعقيم أحط عندي البيولوجيكال إنديكيتر. في حال طلع بوزيتيف أنا لازم أسوي ريكول لكل الأدوات اللي حطيتها داخل جهاز التعقيم. طيب وكل شيء لازم يكون في عندي دوكيومنتد له بهذه الطريقة، يعني في فورمات كثيرة توفرها الشركات على أساس نكتب يعني نتيجة الـ BI. بس أهم شيء إحنا نكتب يعني الوقت، التاريخ، النتيجة والإنشال اللي هو توقيع نفس اللي هو استف. عندنا الـ Internal Chemical Indicator اللي هو strip نفسه بهذا الشكل يجي. طبعاً هو used for back control to determine the different has penetrated each bag and they must be placed in each bag. طبعاً لازم يوضع في كل bag. Patch لازم يوضع chemical indicator. ونفس الشيء if it not pass إنه إذا كان ما تعدى أو كان في مشكلة في chemical indicator لازم ما نستعمل الأدوات. طيب بالنسبة لتوزيع الأدوات before loading from the sterilizer, sterilizer item should be allowed to cool before handling to avoid wet bag. لما افتح السيرلايزر او افتح باب السيرلايزر اخليها شوي خلاص بعدين اطلعها على اساس ما تصير عندي ويت، لانه اذا صارت ويت ما تصلح انها تستعمل ونسوي لها ريبروسيسنج مره ثانيه. واذا طلعناها نشيك اكيد على اذا كان في دمج، اذا كان فيها مشكله في تير شقوق وما الى ذلك زي ما موضح بالصوره. ارجع اسوي لها ريبروسيسنج من اول جديد من الديرسي اريا. While transportation, avoid contaminated of sterile item. Extreme care should be taken during transportation. Make sure to transport in control condition. أكيد أنا لما أبي أنقل الأدوات المعقمة نفس ما أنقل الأدوات اللي هي الملوثة لازم أنها تكون يعني مغلقة تمام in closed cart على أساس أنا ما أعرضها لأي يعني اي دست او اي مشكله ممكن انها تسبب لي مشكله في التعقيم. وتكون الكارت مخصصه للنقل، تكون قويه، تكون قابله للتنظيف وسهله السحب، يعني تكون مخصصه لهذا الشيء. في حال عدم وجود كارت ممكن احنا نخصص بوكس تكون مخصصه لنقل الادوات النظيفه. بالنسبه للستورج روم زي ما قلنا احنا بعض المراكز الصحيه ما يكون فيها ستورج روم فيصير يخزنوها في الدكتور نفسها تبعت الكلينيك. بس احنا لازم ناخذ بعين الاعتبار انه لما انا ابي اجي اخزنها لازم تكون تحت انفايرمنتال كنترول ما تاثر على التعقيم، يعني ما تكون الهيوميديتي مره عاليه. اذا كانت الهيوميديتي مره عاليه راح تسبب زي لما نلمس الباك كانه رطب ما كانه مويه يعني. فلازم احنا نتاكد من الرطوبه، نتاكد من الحراره من هي اللي هي تكون راح درجه الحراره من 20 ل 23 والهيوميديتي ما تزيد عن 70%. Sterilized package should be used on a rotational basis, so process of use sterile bag follow the FIFO اللي هو first in first out اللي هو ايش يعني هذا الكلام؟ يعني اللي يدخل عندي اول استخدمه اول، يعني ما اخلي يعني اشياء حطيتها زمان اخليها واستخدم الجديد اللي انا حطيته توني، لا استخدم first in first out اللي يدخل اولا يخرج اولا. هذه هي النظريه. Any evidence of wet bag, tears, burn pouch, missing indicator, missing identification of the sterilization. إذا كان عندنا wet bag، طيب يعني تكون مبلل، إذا كان في شقوق، إذا كان في ثقوب، إذا كان ما كان فيها indicator، والله ما كان فيها chemical indicator، لازم ما نستعملها. الكابينت والدراور used for storing sterilized instruments are free from dust.
not stuck and arranged. يعني لازم أنا الدراور اللي أنا أستعملها لتخزين الأدوات تكون ما فيها dust, ما فيها غبار, وما استكت, ما أخزن الأدوات أو أحشرها مع بعض, وتكون منظمة مرتبة. طيب when cleaning the shelves or drawers, all items should be clearly removed from the shelf. يعني أنا لما أجي أبي أنظف الشلف نفسها لازم أشيل كل الأدوات عندي المعقمة بطريقة صحيحة, وأنا أستخدم الأبروفال سولوشن للتنظيف للوايب واللي هو للمسح, وأنظف بطريقة صحيحة كل الشلف أو كل الدراور أساس أني أنا كفر أو أغطي كل المنطقة. After the shelves based on shelves bottom have been cleaned, the wheels should also be cleaned. Be sure the shelves are completely dry before placing item back on the shelf. أكيد أنا لما أخلص عملية تنظيف الشلف والمنطقة كاملة, يعني سواء كانت شلف أو الدراور, أخليها تنشف شوي, بعد كذا أحط الأدوات. هنا انتهت المحاضرة حقت الـ SSU. يعطيكم العافية جميعاً. إذا في أي سؤال تفضل. يعطيك العافية أستاذة أمل, وشكراً على المحاضرة الرائعة. الله يعطيكم العافية. لو أحد عنده سؤال ممكن يكتبه على الشاتينج لو سمحت. كاتبين كم صلاحية الأدوات المعقمة في الأسنان وتاريخ تعقيم الأدوات, كم مدتها؟ طيب بالنسبة للشيء المتبع لازم يكون event related, ما هو date related. يعني event related هي راح تبقى معقمة إلا أن يحدث شيء, يعني يا أنها تنشف, يا تطيح على الأرض مثلا, يا مثلا تخزن فوقها شيء ثقيل وصار تغير شكلها مثلا لاي سبب كان, البيل باوتش نفسه تغير شكله تغير لونه, فهذا لا نسوي له ريبروسيسنج. بس في يعني طالما هي سليمه ما فيها اي شيء مخزنه تحت اللي هو الانفايرمنتال كونديشن الصحيحه, فما فيها اي مشكله تستخدم في اي وقت. يعني يعطيك العافيه. ايضا جانا سؤال, في حال أن كان التعقيم خارج المركز ويتم استلامه, كيف طريقة استلامه من خارج المركز؟ زي ما قلت أنا نفس طريقة استلام داخل المركز, لازم يكون في قصدك يعني اللي هي الأدوات الملوثة ولا إيش؟ الملوثة صح؟ أي أدوات فيهم ملوثة ولا المعقمة؟ طيب بالنسبة للأدوات الملوثة زي ما قلنا هي لازم معلش وقف المايك كان معلق. هم سؤالهم كان عام, المقصد إنه إذا ما كان المركز عنده يعني غرفة تعقيم أو قسم تعقيم, فما هي الطريقة لو أنه تم إرسال الأدوات الملوثة خارج المركز الصحي, وأيضا طريقة استقبالها؟ طيب هنا لازم يكون عندنا فييكل أو يعني تكون عندنا مركبة مخصصة لنقل الأدوات الملوثة واستقبال الأدوات. يعني هي أساساً هي نقاط كثيرة احنا أساساً حاطينها في الجايد لاين حقنا في نفس اللي هو موقع الوزارة الإدارة نفسها, ممكن يطلع عليها يعني فيها كل التفاصيل اللي هو transportation dirty and sterile instrument from and or into the اللي هي الفاسيليتي نفسها. فأنا لو بقعد الحين أتكلم عنها بياخذ وقت, فأحسن إنه يقراها من نفس الجايد لاين بتكون أشمل وأفضل يعني. تمام. آخر سؤال, في أحد الحضور كتب خلال محاضرتك أستاذ أمل, هل يجب وضع المؤشر الكيميائي لكل أداة داخل كل باوتش على حدة, أم يسمح وضعه لمجموعة أدوات داخل باوتش كبير؟ حسيت السؤال مهم ف
فحبيت ان اقرا. فهمت عليكي. شو هو ليش تبعت طريقه انه كانوا يحطون يعني كميه كبيره من الادوات داخل باوتش واحد ويحطون واحد كيميكال انديكيتر، لو انه كان في شورتج في الكيميكال انديكيتر نفسه، بس في حال توفر الكيميكال انديكيتر بكميات يعني انه نقدر احنا نحط في كل باك كيميكال انديكيتر. ايوه مفروض، اي اصلا المفروض على كل باك يكون في كيميكال انديكيتر، بس اضطروا لهذا الشيء على اساس الشورتج يعني اللي كان موجود. تمام، يعني الواضح اذا انه يتم استخدامها، يعني هذا حل بديل في الشورتج، لكن نعم. الاساس المفترض ان كل واحد المفروض يكون في شريط اللي هو الانديكيتر. طيب يعطيك العافية أستاذة أمل، وشكرا على محاضرتك الرائعة، وتفاعل الجمهور كان جدا أو الحضور جدا كبير، ويعطيكم العافية، وشكرا على حضوركم جميعا وعلى تفاعلكم. يوم رائع، وأتمنى لكم يوم نهاية يوم جميل وبداية يوم غدا إن شاء الله جميل. ننتظركم إن شاء الله بكرة في اليوم الأخير في البروجرام. شكرا لكم جميعا، يعطيكم العافية.